السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم جديد وملعب الأهلي. النهاردة حصاد أسبوع مليء بالأحداث، سواء كان على المستوى المحلي طبعا أو حتى على قرعة دوري الأبطال. حاجات كتيرة جدا مختصة بالدوري المصري، عشان كده فقراتنا هتبقى متنوعة النهاردة، شيقة جدا، كلام في منتهى الأهمية، عرض كامل ومفصل عن أحداث كتيرة خاصة بالأسبوع ده وارتباطها كمان بأشياء فاتت. على العموم فقرتنا النهاردة هيبقى معانا كابتن أحمد فوزي وتحليل لحراس المرمى من خلال الخمس جولات اللي أقيمت لحد دلوقتي في الدوري المصري 2018-2019، وبالتأكيد هيبقى معانا كمان في فقرة تانية كابتن سمير عثمان وحالات تحكيم أثارت كثيرا من الجدل. واخر فقراتنا النهارده هيبقى معانا كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه حسني، هنتكلم على الامور الفنيه الخاصه بالاسابيع الخمس، وهنتكلم كمان على قرعه دوري ابطال افريقيا الاهلي ومواجهه حوريه الغيني، واكيد كمان اللقاء المنتظر لقاء منتخبنا القومي باذن الله بكره ان شاء الرحمن مع النيجر باذن الله في ثاني مبارياته في تصفيات امم افريقيا 2019. صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الأهلي، النهارده اختاروا لنا اللاعب من وجهة نظركم انتوا، من تقييمكم انتوا، من رؤيتكم انتوا، مين اللاعب اللي كان في النادي الأهلي يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر ولم يتم اختياره، على صفحتنا على صفحة قناة النادي الأهلي وملعب الأهلي. والنهارده كمان يوم مفتوح، يعني ايه يوم مفتوح؟ من خلالكم، يعني زي ما حد بيخس كده وعمليات التخسيس او حد بيروح لدكتور تخسيس ولا حاجة فيقول له النهارده اليوم الفري بتاعك، النهارده كمان اليوم فري في اختياراتكم، اختاروا مين هو اللعيب اللي كان من وجهة نظركم يستحق الانضمام للمنتخب ولم يتم اختياره، أو حتى يعني رأي أو ملحوظة أو وجهة نظر في أي اتجاه، يعني قول اللي أنت عايزه النهارده، ده من وجهة نظرك مين اللي ما راحش المنتخب وكان يستحق، ومن وجهة نظرك كمان أو رأيك أو حاجة أنت عايز تعرضها أو تطرحها من خلال قناة الأهلي ومن خلال ملعب الأهلي. النهارده الحقيقة أنا وفريق الإعداد اخترنا عنوان لحلقة اليوم، هي كان وأخواتها، كان وأخواتها. إيه علاقة الاسم النهاردة وإيه علاقته بالأحداث اللي احنا فيها وإيه علاقته بالأهلي وإيه علاقته بالمغريات والمتغيرات وكمان حاجات اللي مستمرة من قديمه وحديثه؟ في نهاية الحلقة أو في نهاية الانترو هقول لحضراتكم. كان وأخواتها هو عنوان حلقة النهاردة، حلقة في منتهى الأهمية. كان من أخواتها، أمسى، أصبح، ما زال، ما دام، دي كل دي من اخوات كان. عشان كده مجريات الاحداث اللي احنا فيها وشكل الامور اللي احنا ماشيين فيها والناس اللي حوالينا وكمان المباريات والامور التحكيميه، الامور الناس اللي واخداها بشكل كبير جدا 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 في كل القنوات الفضائيه وكل البرامج الفضائيه، وده وضع طبيعي عشان المجريات اللي فيها، لان واحده من اسباب تطور اللعبه او شكل اللعبه يختلف من قوة إلى أقل أو من مستوى إلى مستوى تاني خالص هو عنصر التحكيم. عشان كده عندنا عناصر تحكيم كتير، أسماء كتير جدا 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 متنوعة من اليمين للشمال من فوق لتحت، لكن هم كلهم أسماء متنوعة. خليني أقول لكم يعني إحصائية سريعة عن التحكيم دلوقتي في خلال 45 لقاء، هي عدد اللقاءات اللي أقيمت لحتى الآن، 45 لقاء الأسبوع في 9 مباريات، كل مباراة أو كل أسبوع في 9 مباريات، يبقى 9 في 5 ب 45، 19 حكم فقط، 19 44 مباراة؟ في مباراة مؤجلة، ماشي أوكي. 19 حكم حكموا 44 مباراة، إبراهيم نور الدين، محمد معروف، طارق مجدي، وأمين عمر. هما أكتر الحكام مشاركة حتى الآن بأربع مباريات، يعني أربعة في أربعة ب16، وعندك جهاد جريشة، محمود البنا، محمد عادل، محمود ناجي، ثلاث مباريات، وعندك محمد الحنفي وأحمد الغندور ومحمد الصباحي وعبد العزيز السيد ومحمد الخاطر مباريتان، ومباراة واحدة طارق سامي ومحمود بسيوني وسعيد حمزة ومحمود وفا ووائل فرحان ومحمد سلامة، و45 مساعد ظهروا في 44 مباراة، واربع مباريات احمد حسام طه، يوسف البساطي، وتحسين ابو السادات 3، ومحمود ابو الرجال 3، محمود لطفي 3، صباح الفل، هاني عبد الفتاح 3، واحمد نوفل 3، مباراتين سمير جمال مباراتين بس، واحد من احسن الحكام اللي موجوده، عبد الفتاح عريشه من احسن المساعدين اللي موجوده، 2 بس، وشريف عبد الله مباراتين برضه. مباراة واحدة 35 حكم مساعد، الحكم الإضافي الخامس 35 حكم، خمس مباريات، وليد عبد الرازق
وليد عبد الرازق. عدد الحكام الذين اداروا المباراه 19 حكم، حالات الطرد 11، حالات الطرد المباشر 2، عدد الانذارات 166 حكم. كل الاحصائيات دي هنتداولها بالتفصيل طبعا مع كابتن سمير عثمان، هنتولها بالتاكيد مش هنسيبها اكيد. لكن خليني اقول حاجه غريبه، هات لي الصوره تانية، كل الحكام اللي موجوده نديهم عنوان وبينهما امور متشابهات. كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن وجيه احمد، لجنه الحكام او لجنه التحكيم او لجنه الحكام في مجلس في اتحاد الكوره، يعني كلها الناس عايزه بالتاكيد تطور وعايزه احسن و لكن اسئله يعني مهمه جدا جدا ان احنا نلاقيها اجوبه او نلاقيها اجابات. بقى لنا 3 سنين بندور على التطوير، 3 سنين، مره تلفزيون 3 بوصه، ومره حكم ورا الجول هنا او حكم ورا الجول هنا، لكن مفيش تغيير. وفي حكام بتروح المنفى، احمد حمدي رغم ان انا علي اعتراض كتير جدا جدا على ادائه في مباراه طلع الجيش، لكن راح مالطا. ليه شريف رشوان ما راحش مالطا؟ ليه عبد العزيز السيد ما راحش مالطا؟ ليه امين عمر ما راحش مالطا؟ ليه محمد الحنفي ما راحش مالطا؟ والنهارده تحديدا حلقه في منتهى 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 الاهميه، لان كتير جدا 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 بنعيش كذبه وبنعيش حاجه ونصدقها، احنا بنصدقها عشان كلمه الحق ما بتطلعش، وكلمه الحق لو اتاخرت شويه يعني الكذبه بتنتشر بتنتشر وتنتشر وينتشر وينتشر وينتشر. النهارده وانا بعد للحلقه او امبارح وانا بعد للحلقه قعدت اتفرج على 3-4 مثلا ساعات 5 ساعات عشان اجيب حاجات تحليليه تحكيميه من 3-4 سنين بس، من 3-4 سنين بس. قعدت تقريبا من الساعه 8 لحد حوالي الساعه 3 الصبح، فكرتني والله بايام كابتن مدحت لما كان عايش في مودرن، يعني من 8 لحد الفجر، يعني كانت دي اكتر. هي دعابه كابتن مدحت مش تقطيع والله، هي دعابه. يعني قعدت اطلع في حالات حوالي 7-8 ساعات حالات تحكيم بس ما بين القطبين الاهلي والزمالك. كابتن عفتاح، كابتن وجيه احمد، كل اعضاء لجنه الحكام في اتحاد الكوره، ليا عندكم كلمه او لكم عندي كلمه اسمعوها وافهموها. تخدعني مره عيب عليك، تخدعني مرتين عيب علي. اللي جاي مهم جدا جدا جدا، عشان كده بقول دايما دايما خلي دايما عينيك هي اللي تقول. شفت؟ لا ما شفتش، يبقى ما تعرفش حاجه. سمعت؟ اه سمعت، يبقى انت لسه ما شفتش الحقيقه كامله. كل مشجعين النادي الاهلي في كل مكان، لا تتناقش ولا تتحاور مع 3: من كان صوته اعلى من قدره، من كان عينه لا ترى الا لونه، من كان عقله لا يدرك ما يقول. لو كان صوته اعلى من قدره، لو انت سامع واحد وهو بيسمعك وبتتكلم معاه لكن صوته عالي جدا جدا، فلما تيجي تبص على الانجازات والبطولات مفيش، فيبقى كده مفيش تواصل بينكم. واللي عينه مش شايفه غير لون فانيلته بس، ويقول على كوره وليد ازارو فاول على وليد ازارو. طب ازاي يا جدع؟ ازاي يا جدع؟ عارفين عادل امام؟ ازاي يا جدع؟ ازاي كره وليد ازارو في مباراه الانتاج الحربي فاول على وليد ازارو؟ بل يعني الانيل، مش هقول بقى الاصعب، الانيل من كده. لما تسمع حد يقول لك الهدف بتاع مؤمن زكريا اوف سايد على مؤمن زكريا، ده كان راجع من تسلل. هي مش ضحك، مش ضحك ابدا، دي حقيقه. ولما تتكلم مع واحد عقله مش مستوعب ابدا اللي بيقوله، ما ينفعش ابدا. انا ما اديش عقلي لحد غيري ابدا ابدا، لا يمكن. التحكيم في مصر 3 ايام بالنسبه للنادي الاهلي، يا يوم عليك يا يوم مش في صالحك، او يوم مش في صالحك، يوم عليك يوم مش في صالحك، واليوم الثالث اكيد ضدك. بقت ثوابت كره القدم زي ثوابت الحياه، الاخطاء التحكيميه زي ثوابت الحياه بالظبط. مفيش اسبوع هيعدي من غير الثلاث او الاربع، مفيش اسبوع هيعدي من غير الحد والخميس. كذلك كل سنه، كل سنه لازم يبقى فيه اخطاء تحكيميه. مفيش سنه هتعدي من غير يوم اخر يوم في رمضان، مفيش سنه هتعدي ابدا من يوم اول يوم دراسه. الاخطاء التحكيميه كل سنه. اتفرج وشوف على عينك يا تاجر. دلوقتي مع بعض هنتفرج شويه، هسيبكم لبعض الحالات، لبعض الحالات، لان احنا عندنا هنا هتبقى الامور التحكيميه عامله زي ليالي الحلميه من 5 اجزاء. اليكم الجزء الاول.
ما شفته الجزء الاول ده لخصناه في حالات كتير جدا جدا جدا، هنعرضها في يوم من الايام كامله، بس هتاخد وقت طويل قوي قوي مع حضراتكم. كل الكلام ده ليه؟ عشان النغمه اللي طالعه دايما من سنتين ثلاثه واحنا ما كناش بنتكلم وما بنردش ابدا، يقول لك الاهلي بيكسب بالحكام والزمالك طول عمره مظلوم من الحكام، الاهلي بيكسب بالحكام والزمالك طول عمره مظلوم من الحكام. يا رب سامحني يا رب، والنبي يا رب على كده يا رب، والنبي سامحني يا رب، مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني، لا مش هقول كده بعد اللي شفته يا رب، مش هعمل كده، والنبي يا رب سامحني، بس ممكن اقول كده السنه الجايه، ممكن اقول كده السنه الجايه. هي دي النغمه اللي سايده على طول. خلينا بالعين المجرده، وهقول كمان للمشجع مره تانية، لا تتناقش ولا تتحاور مع ثلاثه، من كان صوته اعلى من قدره، ومن كانت عينه لا ترى الا لونه، ومن كان عقله لا يدرك ما يقول. نرجع تاني لكابتن عصام عبد الفتاح. فين كابتن احمد حمدي؟ هاجمنا الحكام وانتقدنا الحكام وعايزين المستوى يتطور، لكن ليش معنى الراجل ده؟ مع ان انا شخصيا كسيد عبد الحفيظ يعني ليا تحفظ كتير جدا 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 على ادائه، بس اشمعنى هو؟ ليه مثلا عبد العزيز السيد رجع؟ ليه محمد الحنفي؟ تعرفين محمد الحنفي في سبع حالات في موسمين اثنين، مش في 10 ولا 12 ولا 15، في ست او سبعة في موسمين اثنين ضربات جزاء مليار في المية على نادي الزمالك ما حسبهمش، مليار في المية في موسمين اثنين بس. ليه احمد حمدي بس اللي راح المالطة؟ ليه احمد حمدي بس اللي اتنفى؟ ليه امين عمر في مباراة واحدة بس، مباراة الاهلي مع انبي موسم 2014-2015، مباراة واحدة بس في ضربات جزاء ثلاثة هاتريك امين عمر في مباراه الاهلي وانبي 2014-2015، عبد العزيز السيد في مباراه طنطا والزمالك، واحمد حمدي في مباراه طلائع الجيش والاهلي السنه اللي فاتت، ثلاثة هاتريك. طب اشمعنى الراجل ده؟ ليه ما تديله فرصه؟ ممكن اشمعنى الراجل ده اللي قدرته عليه؟ اشمعنى احمد حمدي اللي ما شفناهوش تاني؟ دي المباراة طبعا اللي كانت مباراة طلع الجيش، خلاص يعني اجري ما الناس كلها حافظاها يعني. طبعا هما ضربات جزاء مفيش أصعب من كده ولا أسهل من كده ولا أسير من كده ولا أي حاجة عايز تقولها قولها، مش مشكلة كلهم سهلين جدا. طيب ليه الناس بتقول أمين عمر؟ ليه أنا بقول أمين عمر؟ اطلع يا ابني، اطلع بالصندوق، طلع اللي في الصندوق، يلا طلع اللي في الصندوق. مباراة فقط فيها الأهلي الدوري، أو من ضمن المباريات اللي فقط فيها الأهلي الدوري موسم 2014-2015، التالتة بتاعت عماد متعب، معرفش هتلحقوا تجيبوها ولا لأ، بس التالتة في الدور التاني في الشوط التاني لعماد متعب. آدي كابتن أمين عمر، خش على كابتن عبد العزيز السيد، مباراة طنطا. اشمعنى ده بس اللي قدرني عليه؟ اشمعنى احمد حمدي اللي قدرني عليه؟ هقول نفس الكلام تاني لكابتن عصام وكابتن وجيه، اختيارات دايما كابتن وجيه، كل الاختيارات اللي جوه يا احمد، كل الاختيارات. اسمعوا مني كلمة وافهموا بقيتها. تخدعني مرة عيب عليك. تخدعني مرتين عيب علي. اللي جاي هيبقى شكله ايه؟ في الأمور التحكيمية. مش هنقول نفس الكلام بتاع كل السنين اللي فاتت وكأنه مقدر بالنسبه لنا، مش عارف ايه حكايه دور الثمانيه معانا في افريقيا. السنه اللي فاتت يوم 10/9 كانت مباراه طالع الجيش، وكانت قبل مباراه الترجي على طول، قبل مباراه الترجي على طول في دور الثمانيه برضه. السنه دي مباراه الانتاج الحربي، بيدخلونا معنوياتنا مرتفعه. يلا اتبسطوا هيصوا، مفيش مشكله عندنا خالص. يعني زي ما قلت لكم التحكيم ثلاث ايام بالنسبه للنادي الاهلي، يوم مش مع النادي الاهلي، اليوم الثاني ضد النادي الاهلي، اليوم الثالث اكيد مش في مصلحه النادي الاهلي. امور تحكيميه عجيبه، ونطلع نصدق الناس، نطلع نتكلم مع الناس، وتطلع الناس تهاجمنا وتقول لك انت بتكسب بالحكام. يا نهار اسود، بعد اللي شفته ده كله، اللي شفته وتيجي تتكلم مع حد يقول لك ايه؟ فاكر قول سنة 84، ده حفيد كابتن حسن شحاته ما شاء الله دلوقتي بيلعب كرة مثلا قرب يخش درجة أولى.
طب فاكر يعني جول ابو تريكه البنالتي بتاع محمد فاروق؟ يا راجل ده الفرق بين الاول والتاني كان حوالي 18 19 نقطه. كلها حاجات حاجات حاجات. عشان كده عنوان حلقه النهارده كان واخواتها. ليه كان واخواتها؟ كان امسى اصبح ما زال ما دام. كلهم مرتبطين. كل الاحداث اللي حواليك سواء كانت امور تحكيميه مش جديده. يوم في السنه هيطلع لك يعني محمد عبد القادر مرسي، هيطلع لك السيد فتحي، هيطلع لك احمد حمدي، هيطلع لك شريف رشوان، هيطلع لك محمد فاروق، هيطلع لك اي حد، هيطلع اي حد، محمد ابو خاطر، هيطلع لك اي حد، محمد محمود لطفي، اي حد، اي حد هيطلع لك ما تقلقش. اليوم ده جاي جاي من ثوابت الحياه زي يوم الحد او يوم الثلاث. اليوم بتاع السنه ده ثلاث اربع ضربات جزاء وعندنا ثلاثه هاتريك زي ما قلت لكم، امين عمر و احمد حمدي وعبد العزيز السيد، ثلاثه هاتريك، ثلاث ضربات جزاء في ماتش واحد. فانت عندك يوم الاحد ويوم الثلاث مش هيتغيروا، هيجوا، اليوم ده هيجي هيجي. بتستناه يجي كل سنه. طيب عشان تكمل كان واخواتها، عشان تكمل كان واخواتها كان لازم تيجي قرعه دوري ابطال افريقيا. وبدل ما نشوف المسانده والمساعده والمؤازره والبطل الوحيد اللي موجود والاسم الوحيد اللي موجود في دوري الابطال، الناس بتشكك في القرعه. وفاء سطيف اجمد بكتير من حوريه الغيني. عشان انت بعيد عن البطوله الافريقيه والناس اللي مش مدركه، حتى لو ما كانش عندها ميول في كره القدم، مش مدركه او مش عارفه ان حوريه الغيني هو احسن فرقه في الاربعه التوالي، احسن من الترجي في الوقت الحالي. انا بتكلم في الوقت الحالي، في الوقت اللي احنا فيه. ارقامه اعلى كتير جدا من الترجي. الترجي خسر 3 او 4 مباريات في مشواره في 8 لقاءات مش 10. احسن كتير جدا من وفاء الصيف. وفاء الصيف اللي خسر 4 مباريات من اصل 8، احسن من اول اغسطس اللي خسر مباراتين. ارقامه عاليه جدا، عنده حارس مرمى كبير جدا، كان في منتخب السنغال حتى في كاس العالم اللي فات ده، حارس الاساسي لمنتخب السنغال. لكن انت بعيد عن المشوار الافريقي، بعيد عن البطوله الافريقيه، فبالتالي مش عارف انت مهمك بس الاسماء وخلاص. لا، لازم تكون مدرك، لازم تكون متعايش مع اللي حواليك. الفرق اللي موجوده دلوقتي مميزه جدا، وايه الفرق اللي مش مميزه؟ فالتشكيك حتى في القرعه. عشان كده قلت لحضراتكم كان واخواتها مش هتغيب عن الساحه، مش هتغيب عن الساحه، لان كان وامس هو نفس الكلام، واصبح بكره هو برضه هو يبقى نفس الكلام، وما زال هو نفس الكلام، وما دام هو برضه نفس الكلام. مفيش حاجه هتتغير. كان واخواتها لها علاقه كبيره جدا بالنادي الاهلي واللي حوالين النادي الاهلي. كان واخواتها لها علاقه كبيره قوي قوي قوي. عشان كده مع فريق الاعداد النهارده اخترنا كان واخواتها. المدرك للبطوله الافريقيه والمتعايش مع البطوله الافريقيه، وبقول الكلام ده لينا قبل غيرنا، بقول للجهاز الفني، بقول للعيبه، حوريه الغيني هو احسن فرقه في الاربعه، افضل فرقه في الاربعه هو حوريه الغيني. خسر مباراه واحده بس بفارق هدف من الوداد المغربي، ما خسرش اي مره اي مباراه ثانيه. عدد او حصيله مبارياته 10، لعب 5 اكيد بره و5 جوه. تخيلوا فرقه بتخسر مباراه من الخمسه خارجيا، مستواها هيبقى عامل ازاي؟ مستواها كده هيبقى كويس، مليار في الميه هيبقى كويس. حتى وهي بتلاعب سان داونز اللي هو كان بطل البطوله من سنتين فاتوا، اتعادلت معاها في جنوب افريقيا. صحيح سان داونز مش هو سان داونز اللي لعب الزمالك وكسبه خد 3، لكن مش يعني برضه فرقه على ارضها كويس، على ارضها كويس، اتعادلت معاها 0-0. فعلى الجميع ان يعلم ما هو حوريه الغيني. لكن من الثوابت برضه اللي موجوده ان انت بتتعلم كل يوم او بتتاكد لك كل يوم حكمه مهمه قوي قوي تاخدها في حساباتك. لا يحك ظهرك الا ظفرك. محدش هيحس بيك الا انت. وعلى المستوى الافريقي بقى انا ما عنديش مشكله على فكره، وفي ناس كتير جدا ممكن تقول لي لا ايه اللي بتقوله ده، لكن هو ممكن يبقى واقع. يعني في ناس كتير قوي في المشوار الافريقي مثلا، يعني انا مثلا وانا بتفرج على بطوله افريقيا والاهلي مش موجود فيها، يعني بالعكس اكيد هتبقى منتمي للفرقه المصريه. يعني زي ما كنا فرحانين جدا جدا ببطوله اول بطوله افريقيه خدها نادي الاسماعيلي، او حتى انا فاكر كويس قوي والله، فاكر موسم 2000 الاسماعيلي كان خسر بطوله من انيمبا لو تفتكروا. مباراه كانت يعني ايدي مايه الله يسامحه يعني كان حكم اللقاء، يعني
تجن بشكل كبير جدا على الاسماعيلي في المباراه ديت، وما تلعبش المباراه اصلا 90 دقيقه، تلعب فيها حوالي 15 16 دقيقه بس، والاسماعيلي كان احق باللقب في البطوله ديت. كنت مؤازر جدا للاسماعيلي، فمش فارقه معايا يعني. طالما الاهلي مش موجود لا هتروح لفرقه بلدك، الفريق اللي بيمثل بلدك. لكن احنا في الاواني الاخيره كتير جدا بيطلع وبيتباهى بده، ومع ذلك المفروض ما تزعلش يعني، المفروض انت ما تزعلش ما تتضايقش يعني. انت بتغير المثل الشعبي، عارفين المثل الشعبي اللي يقول لك ايه؟ يقول لك انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. الاهلي بقى في افريقيا غير المثل ده خالص، قال لك انا واخويا على ابن عمي، وانا واخويا على الغريب، عشان ابن عمي لسه قادم بس احنا مستنيينه يجي بالسلام ان شاء الله. فاصل ومكملين معاكم النهارده، يوم مهم جدا، وكان واخواته. جزء خاص بحراسة المرمى معانا ومشرفنا كابتن احمد فوزي، كابتن النادي الاهلي كمان وجول نادي الاهلي. مساء الفل. مساء الجمال يا كابتن سيد، اول مره مع بعض على الهواء. بقى لنا كتير بره الهواء بس سبحان الله اول مره. والله العظيم ثلاثه يعني، مش عارف اقول لك ايه، بس اهو يعني في حاجات بتضطر ليها زي اوقات كده. ربنا يستر يا رب. على العموم كابتن فوزي، قبل ما اخش في تفاصيل يعني حراسة المرمى في الاسابيع الخمس، خليني اقول لك يعني في رسائل كتير قوي. طب يا جماعه لو عندكم رسائل هاتوها لنا، يعني احنا قلنا النهارده مين اللاعب من وجهه نظركم اللي كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر ولم يتم اختياره، وكمان النهارده اليوم فري زي اللي بيروح يخسس كده او اللي بتروح تخسس بيبقى عندها يوم فري. النهارده يوم فري ايه؟ كل براحتك. النهارده كل براحتك، قول اللي انت عايزه يعني، نفسك في حاجه اعملها على طول، عايز تقول كلمه، عايز تقول جمله، عايز تقول اختيار، مش عايز تشوف حكم، عايز تشوف حكم، مش عايز حد في براحتك يعني، قول اللي انت عايزه. النهارده اليوم الفري. كابتن فوزي، معايير اختيار حارس المرمى اساسا، يعني انت دلوقتي ما شاء الله كابتن في قطاع الناشئين، تمام، معايير اختيار حارس المرمى اساسا في الناشئين في البراعم؟ يعني اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بتبقى البدايه كده اول حاجه المهاره. خلي بالك في السن الصغيره كابتن كل الاجسام بتتساوى، يعني ممكن يكون واحد فارق عن زميله 5 سم 7 سم 10 سم ليس الا. فانت في الاول الاجسام، في ناس بتاخد بالاجسام والشغل ده موجود في اوروبا الشرقيه. يعني هتلاقي الاجوان بتاعت اوروبا الشرقيه كلها معظم الاجوان بتعدي ال 190 سم. لو جيت خدتهم كده بالعدد وعديتهم هتلاقيهم كده من اول تشيك في تشيك مثلا. كورتوا اساسا اصله من بلجيكا، بس اصلا قبل كده من 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 اوروبا الشرقيه. الجون بتاع اذربيجان، كل الاجوان اوروبا الشرقيه اجسامها بتبقى كبيره، تمام، عكس مثلا اسبانيا ممكن كنا بنشوف كاسياس جسمه صغير، ديخيا جسمه مش كبير مقارنه ببقيه الاجوان. فهي في مدارس كده ومدارس كده، انما لو احنا بنتكلم دلوقتي عندنا في مصر الاهم حاجه المهاره. المهاره في ايه؟ في موهبه ربنا سبحانه وتعالى بينزلها في الولد، انه بيعرف على الاقل يعمل تراي، بيعرف يترمي، بيعرف يشيل رجليه، بيعرف عينيه كويسه على الكوره، عنده سرعه رد فعل في المسافات الضيقه، بيعرف يترمي كويس، بيحط ايده في الكوره كويس. دي الاساسيات زائد الجسم، ما انت مش كل دون هتجيب واحد عنده 17 سم وتحطه في الجون. فهي يعني بالاول بتشوف المهارات بتاعته، تحركه على الكوره، عينه على الكوره كويسه ولا لا، بعد كده بالشغل المفروض ان هو بيزيد. طبعا في حراس جيدين جدا بيبقوا في مستوى الناشئين، بس بعد كده لحد 16 17 سنه جسمه ما بيساعدوش، فبيتن بيقف على كده وبيبطل. والعكس صحيح، في حارس لحد 15 16 سنه ما يبقاش ظاهر في الصوره اساسا وموجود، بس مع كتر التمرين وجسمه بيفرد مره واحده وبيطول بيبتدي يكون خبرته زادت، يبتدي يبقى موجود في المباراه، موجود في الكوره. طيب لو القدرات البدنيه او الصفات البدنيه موجوده، يعني واحد طويل جدا جسمه هايل جدا رائع جدا، تمام، ممكن اعمل منه حارس مرمى ولا صعب؟ الشاسيه ده سلاح ذو حدين، اللي بيختار شاسيه بيختار سلاح ذو حدين. يا اما يطلع معاك جون كويس قوي، يا اما يطلع جون اساسا التوافق عنده صعب. مشكله الناس الطوال من بدايات من بديهيات حراس المرمى التوافق العضلي العصبي والتوافق في الرجلين. ممكن يبقى شاسيه كبير ما شاء الله جسمه كويس عريض. مشكله الشاسيه هتبقى في ايه؟ الشكمان.
ربنا يستر على الجزء ده. اتفضل يا عم. ماشي. لما يكون جسمه كويس وعنده عدم توافق عضلي عصبي، التوافق بتاعه من تحت من رجليه صعب، استحاله تعمل منه جول، لان كي. هو خلقته كده قاموا يروح يلعب سله بقى. أوكي. يروح يلعب سله، انما ما بيبقاش جول. لازم اهم حاجه يبقى حركه رجليه من تحت تكون سريعه وقصيره. ممكن في ناس كتير ما تبقاش عند دي، ما عندوش انه الاشاره العصبيه من مخه الرجليه تبقى سريعه، فما بيبقاش عنده رد فعل. فده لا، ده مهما اشتغلت معاه خلاص هو مش هتقدر تجيب منه حاجه. العكس تماما، ممكن يبقى جون هايل وجسمه كويس قوي، بس عنده الـ 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 عنده توافق العضلي ده كويس قوي والتوافق العصبي كويس، ممكن تعمل منه جون كويس. طيب اوكي، عايزين نعمل حلقه ان شاء الله الرحمن على موضوع الناشئين ده. تمام. عندنا مشكله كبيره جدا لازم نعترف بيها. احنا بقى لنا 10 سنين كامله لحد دلوقتي ما عندناش جول في الدرجه الاولى بشكل، مش عايز اقول بشكل اساسي، احنا بنكون حتى جول ثالث. يعني 10 سنين كتير جدا. خلينا نخصص لها حلقه باذن الله كابتن فوزي، نتكلم بقى على الخمس اسابيع. تمام. عندنا حقوق طبعا اللي هم الخمس مباريات اللي لعبوا قدام النادي الاهلي، اجوالهم وحراسهم، وكمان الشناوي وشريف اكرام. طيب نبدا الاول اول اسبوع مباراه الاهلي والاسماعيلي. اوكي. المباراه كانت بالنسبه للحراسه هنا محمد الشناوي هنا عصام الحضري، الاثنين لعبوا في كاس العالم الاخير. واحد منهم مان اوف ذا ماتش في اول مباراه، والثاني من الشناوي. وعصام الحضري كان برضو يعتبر مان اوف ذا ماتش في ماتش السعوديه لو نفتكر كلنا مع بعض يعني. صحيح. فالاثنين كانوا بيمثلوا حراسه المرمى على مستوى مصر كلها. طبعا كابتن عصام اعتزل، ان كابتن الشناوي موجود وان شاء الله يكون متواجد بكره في مباراه منتخب مصر. مباراه جيده جدا من الحارسين. عصام الحضري انقذ مرماه من اكتر من هدف، ويمكن واخدين له واحده النهارده شالها من ازاره بطريقه هيله. الشوط الاول الشوط الاولاني كانت في الاول في اول ربع ساعه تقريبا او اول ثلث ساعه. ممكن هي دي معانا اتغيرت اتجاهها في واحد، وعصام مع ذلك غير اتجاهه ضعيفه، ولكن المشكله في 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 تغيير رد الفعل. المسافه كانت قريبه، كانت في حارس ثاني ممكن تخش في دي بسهوله جدا، لانه عقبال ما ينزل الناحيه الشمال ويحاول يرجع الناحيه اليمين مش هيلحق. انما عصام قدر يغير جسمه بطريقه ممتازه، ودي مرونه متعودينها على عصام في الاوقات دي. في نفس المباراه الشناوي كان الشوط الاولاني مادي باداء جيد جدا، يمكن عابوا الهدف اللي كان فيه عدم تنظيم بينه وبين خط الدفاع الهدف اللي دخل فينا، ولكن في المجمل كان كويس. يمكن عصام هو اللي كان هايل في المباراه دي، وانا عن نفسي وانا بحلل يعني في قناه ثانيه اديته هو نجم الاسبوع، لانه فعلا كان شال الاسماعيلي من مباراه ممكن الاسماعيلي يخسر فيها 4-5 بسهوله. اوكي. فعصام كان ابتدى الموسم بطريقه هايله ما شاء الله، هو والشناوي في نفس الكلام. لو جينا اتكلمنا على بقيه مباريات عصام الحضري، للامانه يعني الراجل ماشي بطريقه فوق الممتازه، وخصوصا ماتش الاتحاد اللي خسروا فيه شال واحده من رزاق سيسيف المقص تحسب له، وكان هايل فيها. في مباريات كتير عصام كان متالق فيها، وهو الحارس الوحيد هو عامر اللي مستواهم ثابت تقريبا عند 9 من 10، ما قالوش عن كده في اي مباراه. وعلى ده انا شايف ان الاثنين دول احسن حارسين موجودين في المرمى مع الشناوي طبعا، لان الشناوي برده من الحراس اللي ما قلتش في الدوري العام. اوكي. نيجي بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي، كان مباراه الاهلي والمصري. اوكي. وجود احمد مسعود مع كابتن محمد الشناوي. الشناوي زاد عن مرماه في هذا كورتين في الشوط الاولاني، واحده الواحده من وادي دي بقى عايزين نتكلم عليها باستفاضه شويه، وهنقارن بينها وبين كوره في نفس المباراه. الكوره دي لو حد جاب الكوره من بدري خالص من ورا، الشناوي واقف قدام خط ال 18 بخمسه يارده. لما الكوره اتلعبت ثرو كان قاري الكوره من بدري، طلع شال الكوره من قبل ما الراجل يحط رجله فيها، وكان عنده جراءه يحسد عليها. الكوره دي اسمها انقاذ تنظيمي او انقاذ استباقي. ليه يا كابتن؟ تحضيري يعني محضر. استباقي ليه؟ لانه لو كان استنى نص خطوه كمان. صحيح. والراجل خدها انفراد واضح وصريح، وممكن ممكن خلاص وطرد ليه هو. صحيح. عملها جنش في مباراه للزمالك امام النجوم، وصلاح امين عدى منه وحطها من بره في نفس الكره بالظبط ونفس الطريقه بالظبط، ولكن هنا الشناوي كان 100% كويس فيها، وطلع في نفس الميعاد، خطواته كويسه، سرعته كويسه، اداؤه كان هايل. لما نيجي نقارن بينه وبين احمد مسعود في نفس الكوره جات له مع كابتن وليد سليمان، بس احمد مسعود كان بادئ منين بقى؟ شوف الشناوي هنا لو رجعنا الكوره من بدري، بس مفيش اللقطه دي معانا النهارده. okay. يعني والكوره بتتلعب من هنا، الشناوي كان بره ال 18 ب 3 يارده، كان واقف على خط الدايره بالظبط.
فلما الكره اتعملت ثرو قدر يجري اكتر من 12 خطوه او 10 خطوات وبقى اسرع واقرب للكره من المهاجم بتاع فرقه المصري. عملها في نفس المباراه احمد مسعود مع وليد سليمان، ولكن وليد سليمان سبقه وحط الكره من فوقيه وجت من فوق العارضه تماما، وهنا الفئه هي دي بالظبط. بص هنا لو الكره اتعادت احمد مسعود بيجري منين ووقف لحد فين؟ عشان بدايته غلط، بدايته اساسا هو واقف جوه ال 6 يارده، لما الكره اتعملت ثرو ما لحقش يطلع بره ال 18، حتى لما حاول يوصل لقى نفسه وصل عند ال 18 حاول يرجع. ما لحقش. لو في توفيق لوليد سليمان في الكره دي هدف اكيد، وخطا فادح من احمد مسعود. في اجمالي المباراه احمد مسعود من وجهه نظري يسال عن الهدف الثاني تماما، الهدف بتاع وليد ازارو. الهدف الاول بعض الناس بتقول ان هو سهل، بس انا من وجهه نظري انه كان ممكن يتعامل معها احسن لو كان سبت مكانه، انما خد خطوتين للخلف وكوليبالي بيلعب بدماغه اثرت عليه وخلت الكره تبقى الجون واسع بالنسبه له فتخش فيه. هنا تصدي للشناوي هايل، بس يعني اسهل حاجه عملها هو لعب السهل قوي. عارف يا كابتن سيد لما اللي هو تلعب السهل الممتنع، لو حب يمسكها ممكن تقع منه وتخش، لو حب هو يطير ويطلع. هو لعب المضمون والسهل قوي، وهو طويل وعالي وكل حاجه. مظبوط، تمركزه هايل 10 على 10، تحركه هايل، واحسن حاجه فيه انه لعب السهل وحطها من فوق العارضه ورايح دماغه خالص وشال كره مهمه جدا في المباراه. انما على العكس زي ما بقول لحضرتك احمد مسعود كان مسؤول مسؤوليه كامله عن الهدفين، يمكن الهدف الثاني مسؤول عنه مسؤوليه كامله من وجهه نظري. الهدف الاولاني لو كان في مكانه وما كانش رجع خطوتين لورا وكوليبالي بيلعب بدماغه كانت ممكن يصد كوره، انما في الاول وفي الاخر هو يعني بنسبه 60 70% مسؤول عن الهدفين. المباراه الثالثه للنادي الاهلي كانت امام وادي دجلة. كان امام وادي دجله، حدث ولا حرج عن منصف. يعني منصف طبعا دفعتنا احنا الاثنين وحبيبنا وراجل قديم زي ما بيقولوا، انما عبد منصف على الماتش كويس قوي جدا جدا، مع انه الماتش اللي قبليه كان بيلاعب الجونه هناك وكان سبب مباشر في هدفين من الثلاث اهداف اللي دخلوا مرماه. صحيح. فيعني كان المفروض جاي من اخفاق يجي قدام النادي الاهلي يبقى مش قوي، انما عبد منصف في المباراه دي ياخد 9.5 على 10. اوكي. واحدة بس هي اللي غلطة منه، كرة اتعملت اوفر حب يمسكها وقعت منه، راحت لوليد ازارو لعبها برجليه وهو صدها. لو حد يفتكر الكرة دي. الهدف يسأل عنه. الهدف لا يسأل عنه، كان ممكن يطلعها بس المسافة بعيدة. يعني كرة بره ماشية قدام السكس يارد، هو حاول يطلع مع الكرة وهي بتتعمل بالعرض، انما الهدف لا يسأل عنه تماما. شايل في المباراة دي 11 كرة خطرة. صحيح. منهم 3 بالدماغ، 4 انفرادات، واكثر من 5 اوفرات. في واحدة هنا ازارو، لا ده سليم محسن. صلاح محسن هايله هايله. بص يا كابتن سيد، ماسك العارضه هنا وقافل الزاويه الضيقه، الراجل رقص الاثنين وهو راح راجع تاني قافل الضيقه وراح طاير من مكانه. هايل في التحرك بتاعه ازارو اللي شفناها اللي قبلها، هايل انه طلعها في الحته دي بالطريقه دي. فكرتنا بكره عصام الحضري مع دروجبا في 2008 واللي هي دي. ايوه بالظبط، وانا بتفرج عليها وقاعد بقول والله فكرتني بكره عصام الحضري في 2008 مع دروجبا. اوكي. الكره الثانيه بتاعت صلاح محسن انا واخدهم من احسن صدات الاسبوع، خمس اسابيع. مش الاسبوع ده بس، احنا مختارين 5 حالات منهم الحالتين دول لمحمد عبد المنصف، عمل مباراه هايله واجاد. يمكن زي ما قلت لحضرتك في الاسبوع الثاني كان امام الجونه كان غير موفق، الاسبوع الاول كان هايل امام الداخليه وشال جونين غير الهدف اللي دخل فيه. في اخر اسبوع كانوا بيلعبوا مع الداخليه تقريبا، لا الداخليه ده اول ماتش هما ابتدوا لعبوا مع بتروجيت وبعد كده بس خلاص هو ماتش 2-0 مع بتروجيت. يمكن كان غير موفق الى حد ما، ولكن في الاجمالي هو كان عامل ماتش الاهلي هايل. نرجع للمباراه الرابعه للنادي الاهلي، كانت مباراه الحرس الحدود. كان بيزود عن مرمانا كابتن شريف اكرامي لاصابه كابتن الشناوي. طبعا شريف اكرامي كان بقاله فتره ما لعبش، ولكن في المباراه دي كان كويس جدا، يمكن تعامل مع كل اللي جاله شوطين في الشوط الاولاني في محيطه وقدر يتعامل معاهم بكل هدوء. كوره في الشوط الثاني ملعوبه بالدماغ وقدر يتعامل معاها. يمكن في الاوفرات طلع على اوفر مهم جدا في اخر الشوط الثاني او في الدقيقه 80 في الشوط الثاني، وطلع معاه كان كروس معمول من الحركه كده بوش رجل خارجي شالها كويس قوي. في المجمل شريف اكرامي ادى مباراه جيده جدا مع انه بقاله فتره غايب، بس ده دليل على ان شريف اكرامي زي ما بنقول بيدوس على محمد الشناوي وبيقول له خلي بالك انا وراك، ودي حاجه كويسه مفيده، حاجه ممتازه. وخلي بالك الحارس اللي ما بيحسش ان في واحد بيجري وراه عشان يلحق ياخد منه الاستباق مش هيبقى حارس جيد.
والحارس اللي ما بي... ال... 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 في بعض الحراس لازم تبقى كابتن ضغط عليهم زي اليويو كده عارف يعني لازم تضغط عليه زي اليويو عشان يديك اقصى حمل ليه واقصى كفاءه ليه لازم تضغط عليه زي اليويو ولازم يحس ان في واحد وراك بيحفر وراك عشان يوصل طب ودي مرتبطه بالجزء الفني بقى ولا الجزء الشخصي لا الشخصي والمعنوي لا الشخصي والنفسي لازم طبعا كابتن اكيد مصطفى كابتن مصطفى كمال بيتكلم مع الحراس كلهم الثلاثه وانا عارف كابتن مصطفى كمال بيعرف يتكلم كويس قوي وحضرتك عارفه فاعتقد ان كابتن مصطفى بيعرف يؤدي الموضوع ده بطريقه جيده جدا فبقول لحضرتك المباراه دي شريف رجع لسابق عهده القديم اللي ما كسبنا مباريات يعني يمكن كان على الجانب الاخر مسعد عوض ولدنا زي ما بيقولوا الناس اخطات فيه وقالت انه قاصد على المباراه انما هو في مجمل المباراه كان وحش يمكن في الشوط الاولاني في الشوط الاولاني مسعد دي السنه اللي فاتت ماتش الداخليه وكان عامل مباراه هايله شال واحده كمان في بالدماغ من مظبوط صحيح من الراجل الافريقي شالها في على اليمين وطلعها حلوه قوي نرجع لل طب خليني اقول لك ارقام اتفضل نتكلم في ارقام اتفضل مثلا عدد المباريات مثلا اللي ما دخلش فيها اهداف 31 مباراه 31 مباراه عدد الفرق اللي ما دخلش فيها يعني في فرق مش المباريات يعني هما عدد 31 فرقه ما دخلش فيها مباريات بتروجيت 4 من 5 مظبوط الاهلي 4 من 5 بتروجيت 4 من 5 النجوم 3 من 5 الانتاج 3 من 5 اكتر الحراس ما دخلش فيهم اهداف متتاليه طبعا محمد ابو النجا ممكن اتوقف عن حارس مرمى ابو النجا شويه حارس مرمى بتروجيت اكملهم والشناوي 3 احمد سعد 3 وعامر عامر 3 عدد حراس المرمى الذين شاركوا في هذا الموسم 24 حارس عدد الحراس الذين حصلوا على كلين شيت هم 18 حارس اتفضل يا كابتن عايز توقف انت عند محمد ابو النجا عايز اقف عند محمد ابو النجا حارس مرمى عنده 21 سنه بقى له سنتين في بتروجيت عامل معاهم فترات اعداد كويسه جدا السنه اللي فاتت لعب اخر مباراتين او ثلاثه تقريبا كابتن طارق جيد اداله الثقه كامله الراجل بيلعب وحارس جيد جدا وبقول للناس كلها خلي عينكم عليه الولد ده عمل اربع مباريات ولا اروع واخرهم يمكن اخر مباراه الهدفين اللي دخلوا فيه طول الموسم هدفين مش غلطته خالص واحد كوفي لعبها بالعرض ده احمد جمعه على خط الجون والهدف الاولاني انفراد من اسلام هدف في مباراه المصري برضو الولد عامل مباريات ولا اروع ولا اجمل زمالك اسماعيلي مقصه مصري مصري يعني ما شاء الله ماشي بطريقه هايله حتى المباراه اللي هم كانوا وحشين فيها ما دخلش في جول اللي هو مباراه حرس الحدود لا ده شال واحده في الدقيقه 73 يا كابتن الراجل بيرفع من ناحيه اليمين على اساس ان هي كروس وهو طالع واخد خطوتين راحت في المقص راح طاير يا كابتن واخد خطوتين وطاير وطلع من الدقيقه شكل عالمي بصراحه وانا بقول للناس خلي بالكم من ابو النجا هيبقى حارس كويس جدا احمد سعد بخبراته لعب مباريات قويه جدا بدايه من زمالك اسماعيلي برده مصري بتروجيت اسماعيلي مصري زمالك جيش عمل مباريات جيده جدا ما دخلش فيه غير ثلاث اهداف طبعا حارس كبير في السن لقطه ظريفه وسريعه كده اقولها لك اربعه من 18 اربعه من ال 24 حارس اللي موجودين معانا عدوا ال 40 سنه احمد سعد محمد صبحي عصام الحضري محمد عبد المنصف وده ان يدل فانه يدل على ان الحارس كل ما بيكبر في السن كل ما خبراته بتزيد وبتخليه يقف في ال 18 احسن بكتير من اي حارس جديد وجاي بس حتى على المستوى العالمي كده يا كابتن فوزي يعني على المستوى العالمي في برضه حته السن دي عند حارس المرمى ما بقتش يعني يتبص لها زي لعيب الكوره خالص لان حارس المرمى كل قصته في المرونه مش محتاج جري مش محتاج نفس مش كل قصته في المرونه والرشاقه والتحركات والوقفه والتمركز اوكي التمركز كل ما بتزيد تحفظ المكان بتاعك والتمركز بتاعك الجيد كل ما الدنيا بقت اسهل لك في الجيم فعشان كده السن بيفرق مع الحراس طيب عندنا ارقام لشريف اكرامي وارقام لمحمد الشناوي نبص عليها كده ونحللها مع بعض رقميا اتفضل يا سمير اتفضل ده الشناوي طبعا خلينا اقرا لكم كده على طول برضو عشان الصوره تبقى واضحه اكتر من خلال الارقام لاعب اساسي 4 شباكه دخل فيها اهداف مره شباك نظيفه 3 عدد الانقاذات 6 تصدي صحيح للتسديدات 9 تصدي خاطئ للتسديدات 2 تصدي صحيح للعرضيات 19 تصدي خاطئ للعرضيات واحده بس من الاربعه خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 6 تمريرات طوليه 72 دقه التمريرات الطوليه 33% حصل على اخطاء 6 مرات شريف اكرامي
شباكه نظيفة مرة، لعب أساسي مرة، تصدي خاطئ للتسديدات مفيش، تصدي خاطئ تصدي صحيح للتسديدات، تصدي صحيح للتسديدات 5، عدد الإنقاذات 3، شباك نظيفة 1، تمريرات طولية 16، خروج صحيح من المرمى 1، تصدي خاطئ للعرضيات 1، تصدي صحيح للعرضيات 2، دقة تمريراته الطولية 44%، حصل على الأخطاء 2. عايز تبص على تتكلم على الارقام دي؟ الارقام في مجملها احنا ممكن بس نتكلم في نقطه دقه التمريرات الطوليه، هي اللي يمكن قليله شويه عند الاثنين، ودي ممكن الكابتن مصطفى يزودها شويه، انما في المجمل الاثنين ماشيين ما شاء الله. انت بتلعب خمس ماتشات داخل فيك جون واحد وعامل كلين شيت 4، الاثنين ماشيين كويس، نتمنى التوفيق والاثنين يكملوا على كده ان شاء الله. طيب عندك خمس حالات او عندك حاجه عايز تعرضها علينا كده ولا حاجه؟ الخمس حالات اللي احنا هنتكلم فيهم، اول حاله سريعا يا سمير بعد اذنك اتفضل. اول حاله بتاعت ازارو مع محمد عبد المنصف، الاولانيه زي ما قلنا التمركز هاي لمحمد عبد المنصف مع ثبات انفعالي مع قدره على الحركه والطيران وعينه كويسه جدا على الكوره وقدر يطلعها ببراعه. يمكن الحاله الثانيه هي حاله محمد عبد المنصف برضو بتاعت صلاح محسن، اللي اول ما نزل ورقص فيها الاتادي اول واحده الكابتن محمد عبد المنصف، هايله هايله كابتن سيد والله، يعني زي ما بقول لحضرتك هي فعلا فكرتني بكوره عصام الحضري في ماتش دروجبا. ايه عصام الحضري في ماتش دروجبا دي؟ ماشي. بعد كده الكره اللي بعديها صلاح محسن، الكره اللي بعديها صلاح محسن تحرك هايل، قافل الجون كويس قوي. بعد كده يعني الزاويه البعيده مفتوحه شويه، الزاويه البعيده مفتوحه، بس انا اقول لحضرتك حاجه، المسافه فين؟ بص الراجل فين؟ الراجل جوه عدى خط البلن باتنين ياردة، هو لازم يقفل الزاوية الضيقة بقى ومالوش دعوة، راحت في البعيدة قوي خلاص، هو يعمل ايه؟ ده نقطة كمان أهم، بص يا سيد، بص يا كابتن، بعد ما الكرة صدها بص الكرة راحت فين؟ لو الكرة لو هو موجه إيديه لجوه شوية كانت راحت لأزارو، إنما هو توجيه إيديه 20 على 10، الكرة راحت في حتة بعيدة جدا عن أزارو، لو كانت توجيه خاطئ كانت راحت لأزارو وحطها جون وهو واقع في الأرض، فيعني ما شاء الله هايل. الحاله الثالثه ده الانفراد بتاع ناصر ماهر قبل ما يخرج على طول وشالها كويس قوي، في انفراد زيه بالظبط لوليد سليمان في الشوط الاولاني من عدياء برضو عملها بنفس الطريقه، فيعني عبد المنصف قدم مباراه هايله بصراحه. نيجي على الجانب الاخر، كان كابتن محمد الشناوي طبعا دي زي ما بقول لحضرتك صد تحضيره عايش اللعبه، صد تنظيميه استباقيه، يعني قبل ما الناس كلها تتحرك كان هو واخد باله وعارف وعايش ومحضر وجاهز وطالع بره ال 18 وكل حاجه زي الفل، فيعني دي من الحالات اللي خدناها الاسبوع دون. يمكن الحاله الجايه بتاعت محمود وادي اللي قدر كابتن شناوي يحطها من فوق. ايوه طبعا. في بعد كده حاله لعصام الحضري في اول مباراه من مباريات الاهلي بتاعه ازارو اللي شالها زي ما قلنا، غير اتجاهه في جزء صغير من بعد ما الكره اتلعبت وجت في واحد وجت في الرجل العكسيه، قدر يغير اتجاهه ويطلعها. يمكن كان في كده تمام. غير واحده لعامر، عامر بقى بس ما جتش معانا. اعتقد احنا غطينا، لكن بشكل عام كده يعني بشكل عام كابتن فوزي قول لي حراس المرمى من خلال الخمس اسابيع بشكل عام بقى جيد متوسط؟ في ثبات في 4-5 تجوان بعد كده كله ابس اند داونز. يعني خمس تجوان انا هقولهم بالعدد كده، ماشي، شناوي، عصام، عامر جنش، المهدي سليمان، سوري، والزنفولي الماتشين اللي لعبهم. اوكي تمام، على الاتحاد، بتاع الاتحاد. الباقي ماتش كويس ماتش وحش، ماتش كويس ماتش وحش، ماتش كويس وماتش وحش، ودي مشكله كبيره لان احنا لسه في بدايه الدوري. ما هو انت يا كابتن في حاجه يعني المفروض في البدايه بتمشي من تحت لفوق لحد ما توصل لنقطه معينه اسمها البيك، البيك ده بعد كده بتمتد عليه وتكمل عليه عشان تبقى ثابت في المستوى العالي على طول. لا انت مش هينفع تطلع وتنزل لما يبقى الكيرف بتاعك طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ما ينفعش. لا احنا لازم نبتدي، ممكن ابتدي وحش، بس لما ابتدي وحش اطلع 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 لحد ما اوصل لنقطه معينه اتني ثابت عليها. هنا بقى المشكله ان الناس بتطلع وتنزل، الناس بتطلع وتنزل، فدي ممكن تكون اخطاء من الحراس طبعا والمدربين الاكفاء اللي موجودين في الدوري. اتمنى ان ربنا يوفقهم ان شاء الله. نورتنا يا كابتن، ربنا يكرمك، ده نورك كابتن سيد. اولى فقرتنا النهارده من ملعب الاهلي اللي عنوانه كان واخواتها، هنفسره مره ثانيه اكيد مع ضيوفنا اللي جايين، سواء كان كابتن سمير عثمان او كابتن اسامه حسني وكابتن عادل عبد الرحمن. ما زال البحث جاريا عن ياسر محمود، لو تفتكروه او تفتكروا شكله
قولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. بعد الفاصل وجزء خاص بالتحكيم كابتن سمير عثمان. مرة تانية وحلقة مهمة جدا جدا، وبشكر تفاعلاتكم كمان على الفيسبوك على قناة الأهلي. هقرأ طبعا بعضها بعد شوية بإذن الله تعالى. حلقة كان عنوانها كان وأخواتها، كان وأخواتها، أمس، أصبح، ما زال، ما دام، كلها حاجات مرتبطة بالأحوال اللي احنا عايشينها. وما زال البحث جاريا عن ياسر محمود لو تتذكروا، وما زال أحمد حمدي في ملطة بعد نفيه في مباراة طلاع الجيش رغم اعتراضي على مستواه، لكن في أمور متشابهات زي ما قلت لحضراتكم. ليه عبد العزيز السيد ما راحش ملطة؟ ليه أمين عمر ما راحش ملطة؟ ليه يعني أحمد حمدي بس هو اللي بيروح؟ ليه محمد أبو خاطر حكم الكرة الشاطئية المتواجد على الساحة التحكيمية برضو قانوني ولا مش قانوني؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ مش عارف. كل الحاجات دي هناخدها مع خبيرنا كابتن سمير عثمان. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله وبركاته. كله بخير؟ الحمد لله. انت نجم الاسبوع بلا جدال. هو متألق. جد ظروفها يعني. جد ظروفها. لا لا تستاهل تستاهل كل خير. بداية يا كابتن سيد انا طبعا انت اتفضل. بداية طبعا انا بشكر دور الاعلام وحضرتك من الاعلاميين البارزين ان احنا بنوجه بس بعض الاخطاء اللي حصلت في المباريات التحكيميه، لان الاخطاء دي احنا بنجيبها مش بغرض السخرية ولا التجريح، أنا بنجيبها بغرض إن إحنا نتفاداها في الأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده عشان المسابقة تفضل. وطالما يعني كانوا سألوا بيكن باور ما خد كأس عالم سنة 90 ليه أنت خد كأس عالم، من ضمن الأسباب اللي قالها عشان أنا عندي حكم كويس مش بيعمل حساب للفرق الكبيرة ولا الصغيرة، بيلعب كل الفرق زي ما هي. تمام. وطبعا أنا في موقفي هذا طبعا إن شاء الله يعني أتمنى الكبوة اللي إحنا بنمر بيها دي تعدي عشان نقدر نكمل بيت المسابقه على خير ان شاء الله، ولينكم طبعا اكون جلاد على اي حد من زمايل الحكام الصغار يعني. طب انا قلت حاجه في المقدمه، هي صح ولا غلط؟ ينفع حكم شاطئي يكون موجود في كحكم ساحه ملعب عادي اللي هو ال 11 كره القدم الطبيعيه، وهل احنا عندنا اصلا كره شاطئيه في مصر؟ ابتدي بنهايه السؤال، احنا ما عندناش دوري كره شاطئيه في مصر، بس في منتخب الكره الشاطئيه، بس احنا ما عندناش دوري، يعني الدوري المفروض فيه مباريات تتلعب عشان تقدر تنقي فيه الحكام. احنا الغريب احنا ما عندناش دوري كره شاطئيه بس عندنا حكام للكره الشاطئيه. تمام. ده اجابه نهايه السؤال الاولاني، انما بدايه السؤال ما فيش ما يمنع ان ممكن الحكم الكره الشاطئيه يحكم في الملعب الكبير، ونفس القصه احنا عندنا برضو في احمد نوفل هو حكم كره خماسيه ومساعد حكم. اوكي. بس المفروض طبعا في تخصصات، المفروض كره شاطئيه يلعب كره شاطئيه بس، كره صالات يلعب كره صالات فقط. طيب شايف الاسبوع ده ازاي؟ يعني بمجرياته باحداثه بكل تناوله الامور التحكيميه، من وجهه نظرك كخبير تحكيمي او كنت متواجد في الاسره التحكيميه او الاسره التحكيميه. هو طبعا ده من اسوأ الاسابيع اللي انا شفتها على مر حياتي في كره القدم. بس احنا شفنا كتير على فكره الاسبوع ده. لا بس الاخطاء الاسبوع ده انا قلت في المقدمه، بس انت عارف كل سنه من ثوابت الحياه، يعني هات اسبوع في حياتك كده ما كانش فيه يوم ثلاث، جالك اسبوع ما كانش عندك يوم ثلاث. لا لازم يجي ثلاث، لازم يجي. هو الاسبوع ده لازم يجي لنا في كل سنه مره. بس سنة بس جه بدري شويه. السنه اللي فاتت احمد حمدي في اول اسبوع وانت رايح على افريقيا لازم يبقى فيه دفع على طول، الحته المعنويه لازم عارف لازم اديها له كده عشان تشجع اللعيبه. اه لازم. وبعدين يقول لك ايه؟ اوقفك تحبسني كمان. والله بص يا كابتن، يعني انا اتكلم خاصه على مباراه الاهلي والانتاج الحربي اللي خدت حيز كبير جدا وكان لازم تاخد حيز كبير، يعني احنا مش بنكبر الموضوع، لا في احداث كثيره حصلت. انا الفتره اللي فاتت كنت على تواصل تام بالحكام، وطبعا خاصه ابراهيم نور الدين، وابراهيم نور الدين قال لي حاجات انا طبعا متاكد منها، ونفس القصه محمد ابو خاطر بعت لي حاجات. طب سؤال بس في منتهى الاهميه، يعني انا عارف انت راجل صادق طول عمرك. اكيد طبعا باذن الله. بس والله هتجاوب بالحق ان شاء الله. بالله عليك. طالما والله انا كلاعب كوره انا كلاعب كوره في المنظومه، يعني لما بتحصل حاجه زي كده عند لعيب ولا حاجه ممكن يتصلوا بيا او انا اتصل بيهم، وضع طبيعي كاسره. الاثنين كلموك؟ تمام. انا متاكد من ده. لا الاثنين كلموني. صح صح. طيب الاثنين كلموني. حلو جدا. قول لي بقى تفاصيل المكالمه. مش تفاصيلها، قول ده قال ايه وده قال ايه. لا بس خلي بالك، يعني هم الاثنين كلموني وفي حاجه ثانيه برضه. النبي من غير ما تزود. لا عشان انا لازم ازود. لا انا اقول لك عشان خاطر اقول لك الحقيقه. انا اقول لك على حاجه بس، انا خالتي بتحب تتفرج عليك جدا.
بجد والله؟ جدا جدا. ولسه بعت لي مسج دلوقتي حالا بتقول لي قول له مباشر ده قال لك انا ما حسبتهاش. يعني اتقال ان ابراهيم نور الدين اتقال له الكره عاديه جدا ما فيش حاجه تمام، ومحمد ابو خاطر قال لا انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش. ده الكلام اللي قالوه ولا غيره؟ هو ده الكلام اللي قالوه، مع كمان هما الاثنين كانوا في الـ في الـ في اللجنه في الاجتماع الفني، الاجتماع الفني اللي عقب مباراه اللجنه بتعمله. بس هو كان جابوا ابراهيم لوحده في يوم وجابوا محمد ابو خاطر في يوم. ابراهيم انا مش هقطعك تاني بس وعد، بس عشان دي مهمه جدا. انا مش هقطعك تاني، مش هقطعك تاني يعني، وعد ان شاء الله مش هقطعك تاني. لا انا قطع مش مشكله. ده قال لك انا ما قلتش، وده قال لك قال حصل ولا ما حصلش؟ لا حصل. يعني ابراهيم قال برضو الاجتماع الفني، مش ابراهيم الاهلي بس، برضو في بعض الحكام قالوا فعلا ابراهيم قال ان محمد ابو خاطر قال له العب الكره ما فيهاش حاجه، انا كنت جاي اصفر وما صفرتش. ده كلام ابراهيم. ومحمد ابو خاطر إبراهيم. محمد ابو خاطر برضو قالوها في الاجتماع الفني، عشان كده المفروض كان في الاجتماع الفني لازم هما الاثنين كانوا يبقوا موجودين. بيقول لي انا ما قلتش الحاجه الوحيده اللي انا قلتها، انا مش شايف الكوره. هاني انت شفتها ولا لا؟ دي روايه ودي روايه، بس طبعا عندنا يعني في واحد حاجات فيهم ما بيقولش الحقيقه. من غير ما تزود طالما الموضوع مش طالما مش في واحد تفسير. طالما في واحد بيقول يمين وفي واحد تاني بيقول شمال، لا يبقى طبعا في واحد طبعا فيهم الحقيقه عنده مش كامل. بس في نقطه، ابراهيم اما قال الف قصاد اللجنه كلها وقصاد الحكام، ده اول امبارح. محمد ابو خاطر برضو قالها قصاد الحكام، بس في جميع الاحوال في خطا المفروض اتمنى الاثنين يستفيدوا منه باذن الله. سمير انا عايز ابراهيم نور الدين قال لحضرتك محمد ابو خاطر قال لي اللعب ما فيهوش حاجه. مظبوط. محمد ابو خاطر قال لحضرتك انا ما قلتش حاجه. مظبوط. اتفضل بقى كمل. هو كده خلاص؟ لا اتفضل. ما انا بقول لك، يعني هي الكره كابتن اقرب واحد ليها طبعا هو محمد ابو خاطر. وخلي بالك بس محمد ابو خاطر محترف تماما برضو انه اخطا. يعني محمد ابو خاطر بيقول انا اتحمل مسؤوليه كامله، بس بيقول خلاص. انا بس اتمنى اتمنى بعد كده ان شاء الله ما تتكررش. تمام، احنا من الهدف مننا احنا ما نكررهاش باذن الله، انما طبعا اثرت تاثير سلبي. وانا يعني الان بعد كده على الفتره اللي جايه على ابراهيم ومحمد ابو خاطر، عشان الاثنين في القائمه الدوليه، فاتمنى ان شاء الله دي ما تاثرش عليهم في القائمه الدوليه يعني بصراحه. بس هي كده خلاص يعني، هو هنا قال له ما قالش، وابراهيم قال لي انه قال. مش وخلي بالك ابراهيم، بص ثانيه واحده بس في نقطه انا عاوز اعيدها، بس حاجه بس يعني انا مش واقف مع حد. بس هنا ابراهيم، بص كابتن ايده ابراهيم هنا هيصفر ركله جزاء. طالما انك هتصفر ركله جزاء ووصلت للنقطه دي، انت عارف انت بتحط الصفاره. خلي بالك، انا بتكلم كحكم كوره. ما انا عارف، انا بتكلم كحكم كوره. انا ما بروح في لقطه زي بحط ايديا كده وابتدي هدي ورايح ركله جزاء، يبقى انا خلاص قراري نهائي ركله جزاء. في هنا حاجه حصلت بتقول له لا الكره مش ركله جزاء، عشان كده هو رجع. تعالى بس ارجع كده ثانيه يا سمير. بص ثانيه. لا ارجع 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 ارجع. سيبك من محمد ابو خاطر. محمد ابو خاطر يعني الراجل مركز لدرجه ان هو ما شافش. بالظبط، مركز لدرجه ان هو ما شافش. الكلمه اللي انت بتقولها دي حقيقيه على فكره. الكلمه انت بتقولها، هو مركز في الرجل. بص بقى، لا ارجع بقى ثانيه واحده كده. صفاره ابراهيم دلوقتي مش في بقه. بص كده خلاص، ابراهيم رايح. بص حركه رجليه كمان خلاص. شمال تمام، رايح ناحيه الجول، رايح خلاص. ناحيه البنالتي رايح ناحيه البنالتي. حاجه من اتنين، ارجع لي بقى كده. حاجه من اتنين، بعد كلام ابراهيم نور الدين، كابتن ابراهيم نور الدين مع كابتن سمير عثمان، اللي هو محمد ابو خاطر قال لي ما فيهاش حاجه، وبعد كلام محمد ابو خاطر لكابتن سمير عثمان انا ما قلتش حاجه. حاجه من اتنين، كابتن ابراهيم رايح يصفر رسمي شور وتقال له حاجه طبعا، وتقال له حاجه. يا اما افتكر حاجه. لا هو ما افتكرش دي، ما اقدرش اخش في النيات. انما انا كواحد، احنا طول عمرنا يا كابتن سيد بنقول الجسم التشريحي للعيب. النهارده اول مره نتكلم على الجسم مش التشريحي بتاع حكم المباراه. لا خلاص، هو واخد قرار انه ياخد ركله جزاء. في حاجه حصلت هنا، في حد قال له حاجه، انما افتكر حاجه محال، لان مش هنخش جوه نفوس الناس. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. كمل. يعني لا لا استنى بس ما تروحش حته. انا عايز اقول حاجه بس، يعني مش مشكله تغلط حقيقة. لكن كمان صح. ما يبقاش فيها كلام للحقيقه، يعني مش حلو. اكيد دي هتبان مع لازم اللجنه مش تبان خلاص. يا عم هتموت. لازم يعني. لا مش هتموت. لا موضوع كبير بس. الله، ما امين عمر في مباراه انبي يعني ثلاث ضربات جزاء راحوا فين؟ يعني عبد العزيز السيد في ثلاث ضربات جزاء راحوا فين؟ محمد الحنفي موسمين في ست ضربات جزاء راحوا فين؟ خلي بالك، كل الكور اللي انت بتقول عليها دي كور كانت فنيه ممكن يبقى فيها جدال. اللعبه اللي احنا فيها دي ما فيهاش جدال.
يعني انت لو تجيب اي من حد لا الكره ركله جزاء. ياسر محمود اخباره ايه؟ كابتن ياسر محمود من الحكام بتوع اسكندريه طبعا اللي عملوا مواسم كويسه جدا في سوء توفيق بسبب سلوك لعيب غير جيد خلاه يبطل تحكيم. يعني مش عايزين يا كابتن سيد كل حاجه هنجيبها على الحكم. بذمتك السماعات دي شغاله؟ لا انا متاكد بقى الناس شغاله في الماتش ده. عارف طب انا اقول لك حاجه انت عارف بقى لو ما كانتش شغاله في الماتش ده والله كانت تحسب ضربه جزاء. لو مش شغاله طبعا طبعا خلاص مش محتاج اسمع بقى يعني هي بسبب انها شغاله. احمد حمدي السنه اللي فاتت شغاله وما اتحسبتش. بص خلي بالك انا مش هعيد لك. احمد حمدي من احسن الحكام يا كابتن سيد اللي موجود. ده انا بقول له انا بسال سؤال لكابتن عصام عبد الفتاح اشمعنى ده اللي اتنفى؟ ليه ده اشمعنى اللي اتنفى؟ اشمعنى ده؟ سيبك ان هو غلط في حقنا يعني ثلاث ضربات جزاء ما فيش اوضح من كده لكن اشمعنى ده؟ ما ترجعه يا سيدي ولازم يعني يرجع. ما ترجعه صح؟ انا معاك انه لازم يرجع. يعني انا هقول لك حاجه يعني دي المفروض برضو اقولها. انا في بعض الحكام اللي لعبوا في الدوري الممتاز طبعا لا داعي لذكر اسمه بيقول لي انا عملت مباراه كويسه ومع ذلك انا ما لعبتش تاني. والكلام ده اكيد لجنه الحكام سامعاه ولازم تسمعه ولازم يبتدوا يبصوا على الحاجات. لا مش هقدر اقول اسمه طبعا. طارق سامي بسيوني فين؟ بسيوني في اسكندريه فين؟ لا انا مستني عاشور بقى. محمود عاشور مستني فين؟ عاشور راجع من الحج ماشي يعني هو النهارده لسه جاري ان شاء الله المفروض يبتدي يلعب في الموسم في الاسابيع اللي جايه. لو جاي هروله تعرف لو جاي هروله قلت له انا قلت له عاشور انت جهز. انت لو ماشي كان زمانك. احمد الغندور كابتن احمد الغندور كان جاي من تونس ولعب. من 48 ساعه ولعب بالظبط لعب مباراه النجوم والاسماعيلي. اللي عايز العبه هلعبه ماشي عندك اتفضل. المهم حبيبي يا كابتن سمير. لا كده يعني كده احنا دخلنا جامد. لا ازاي لا بس انا بص انا مبسوط. المهم فكلمك كده حكم لعب مباراه كويسه ولا داعي لذكر اسمه. كان فيها بعض الاخطاء. انا برضه لو ياخد حقه احنا ليه جايين بس على الناس اللي هي خلاص. انا من ضمن الحكام اللي لعبوا مباريات كويسه من وجهه نظري انا اوكي. وكانت هي الاخطاء العاديه مثلا زي وائل فرحان في حكم دم منطقه اسماعيليه عمل مباريات كويسه جدا. في محمود ناجي برضو من الحكام اللي صعده برضو اللي عملوا شكل كويس في المباريات. في طبعا انا نفسي اشوفه برضو في الفتره الجايه في سعيد حمزه في محمد سلامه. على فكره سعيد حمزه ده ممتاز. طبعا ممتاز. ما عارف ليه كمان عشان شخصيته قويه ممتاز. جدا ممتاز. عندنا في طارق سامي جريته تخض صحيح شويه يعني الجريه بتاعته. انت عارف هو مسمي نفسه ايه؟ اسد بجد؟ ونزل فيديوهات انا الاسد ايه حكايه الاسد دي؟ حكايه الاسد يا عم فخد بالك انا بس كويس جدا. انا بس انت عارف سعيد حمزه انا خسرت معاه مباراه الاهلي وادي دجله. خسرت معاه بس انت بتروح للحق. برافو يعني عليك. والله طبعا مباراه وادي دجله الاهلي خسرها 1-0 اللي كانت في برج العرب مع كارتيرون لما كان كارتيرون ومارتن نول هو اللي ماسك الاهلي. ما عندوش خطا تحكيم واحد. مفيش اي مشكله خالص. فطالما انت خسرت لعب ايه المشكله؟ مفيش حاجه تروح تسلم عليه. اتفضل. انا بس عاوز الاحظ حاجه من الاحصائيه اللي هي الاعداد هنا عاملها. هو جايب مباراه واحده لكل من طارق سامي محمود بسيوني سعيد حمزه محمود وفا وائل فرحان محمد سلامه. دول ست حكام فيهم خمسه عملوا مباريات رائعه. ما خدوش دول تاني. كان برافو عليك ما خدوش تاني. برافو. طيب عليك. على النقيض بقى معلش دي الاحصائيه عندنا واحنا بنتكلم مش بنهاجم حد. احنا بنتكلم عشان استفسار لينا احنا. وطالما حصلت المشكله يبقى من حق انتقد. يعني طالما انت عندك اسلوب في الحياه او الاداره وانت ماشي زي الفل وانا معترض على حاجه اقول لك تسكت خالص ما تفتحش انا معاك صوتك ولا تفتح بقك ليه تمام. ولا تعلي صوتك ليه لان انا ماشي صح. لكن لما تقول لي ابراهيم نور الدين ومحمد معروف وطارق مجدي وامين عمر الاربعه حكموا اربع مباريات كل واحد كتير اوكي 16 مباراه سيبك من كتير. تعال هنا خد امين عمر عنده بنالتي كارثي في مباراه مصر المقصه والمصري كارثي ولا مش كارثي؟ كارثي. طارق مجدي اوكي في مباراة الأهلي مع الأهلي والحرس. الأهلي والحرس أوكي تمام. عندك محمد معروف عنده بنالتي كارثي في مباراة الزمالك وإنبي لصالح إنبي بنالتي كارثي بتاع جنش. وعنده بنالتي كارثي لمباراة المصري والاتحاد السكندري لصالح المصري أوكي. عندك إبراهيم نور الدين لا تعليق. فأنت عندك هنا أربع حكام اللي أداروا عندهم ضربات جزاء ومشاكل في معظم المباريات اللي قدروا. تمام. بص انا ما عنديش مشكله في حته التكرار بس طالما الحكم بيجيد اكرر. انما حكم بيجيد ما عملوش تكرار وحكم تاني عنده تكرار في مباريات وقرر له وهو عنده مشاكل فهذه بتبقى برضو نقطه استفهام شويه. ليه احنا 19 حكم واحنا كابتن عصام كان قال له انه هيلعب ب 30 حكم؟ لا يعني انك تكرر في وقت زي ده كتير قوي. انت لازم تجرب بقيه الحكام وتدي لهم فرص ثانيه عشان تقدر تكمل بقيه المسابقه. صحيح. رئيس اللجنه زي المدير الفني لجنه الحكام لازم يبقى عنده عدد كافي عشان يكمل. لاعبهم الاهلي ايه؟
لا والله بص انا بكلمك يعني انا عندي هنا في اسامي ناس كويسه جدا ويعني ولازم لازم خلي بالك لازم ابراهيم يفوق ويرجع تاني عشان ده انت محتاجه برضو الفتره الجايه انت لسه انت عندك الدوري يخلص في شهر اغسطس اوكي تمام دي يعني دي واحد زي دي مثلا محمد الحنفي ما شفاش الحاجه من الخامس ما يشوفهاش لا طبعا دي ضربه جزاء ايوه ما انا عارف ان دي ضربه جزاء ما اتحسبتش الحاجه من الخامس فين هو كان موجود النبي هاتوا له اسمه الله يخليكم النبي هاتوا له اسمه في حاجه والنبي هاتوا له اسمه ده الله يخليكم لا بلاش والنبي هاتوا له اسمه هقول لك مين ده غالبا مين والنبي يا جماعه مش ممكن يا جماعه ده محمد الحنفي يعني ما فيش مشكله 6 ضربات جزاء على الزمالك في موسمين 6 والله 6 اتنين في المقاولين عزم 6 اي لو ضربات جزاء ما فيش مشكله 2 بس خلي بالك المقصه 2 في المقاولين واحده في الانتاج وواحده كمان فين دول اتحسبوا يعني ولا ما اتحسبوش ما اتحسبوش اه 6 6 ضربات جزاء الواحده في المصر واحده في المصر اتفضل يا ابو كباتن فغالبا هو الحكم الاضافي الخامس ده غالبا كان طارق سامي غالبا يعني كان طارق سامي غالبا لا مستحيل غالبا اقول لك غالبا ده انا هزعل قوي طارق سامي هزعل قوي شفت انا وصلتك لايه لان الحكم مش هيقصد انه يخطئ ليه عشان طارق انت واثق فيه جدا واثق من امكانياته عشان كده هو ممكن ما يخطئش تمام عارف انا نفسي اوصل ليه يا كابتن ده امين عمر بقى معلش انا اسف قبل ما اقول لك انا نفسي اوصل فيه ده السنه اللي فاتت مباراه الاهلي وانبي ما حدش افتكرها اساسا ولا حد اتكلم عليها خالص ماتش 3 ضربات جزاء لامين عمر في المباراه دي 3 دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء ركله جزاء طيب شوف دي بقى بعد اذنك في الاعاده ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء لا ركله جزاء هو حسبها ولا ما حسبهاش ركله جزاء بقول لك 3 ضربات جزاء ما حسبهمش الثالثه ده انا فاكر ضربات جزاء ثاني 3 جابوا فينا هاتريك امين عمر واحمد حمدي وعبد العزيز السيد في طنطا والزمالك 3 ضربات جزاء في كل مباراه طنطا والزمالك طنطا والزمالك دي بتاعت السنه اللي فاتت محمد الحنفي لا هات لي هات لي طنطا والزمالك ما تعرفهم تمام 3 هاتريك اوكي طب اشمعنى احمد حمدي اللي مش موجود ليه احمد حمدي اشمعنى هو واحمد من الحكام الكويسه يا سيدي ماشي ما ممكن يكون اخطا ماتشين ماشي بس هو حاجه كويسه اخطا انا بقول لك انا اكتر واحد هاجمته واكتر واحد انتقدته لكن طالما الامر كده فيه اخطاء وانت بتقول ان هي اخطاء ووارده اللي احنا بنسمع عليها على طول طب ليه محمد الحنفي مستمر بالشكل ده ليه امين عمر مستمر بالشكل ده ليه عبد العزيز السيد مستمر بالشكل ليه اشمعنى ده اللي اتنفى خلي بالك برضو انت المعامله مع الحكم الدولي بتبقى مختلفه خلينا واقعيين الحكم الدولي بيتعامل غير حكم الدرجه الاولى ليه هو شريف رشوان كان دولي لا بس شريف كان رشوان كان حكم كره خماسيه دولي وشيف كان من الحكام برضو خلي بالك يعني برضو كان ليهم وزن برضو في الدوري المصري بصراحة يعني وبرضو في حكام برضو في موجودين برضو في الدرجة الأولى ممكن يديروا مباريات وإحنا شفناهم السنة اللي فاتت زي مثلا هشام الفلال زي وليد عبد العزيز زي وليد عبد الرازق في حكام كتيرة ممكن يديروا المسابقة وخاصة لسه بتتكلم في بدايتها يعني بس هي النقطة طبعا لازم يبقى فيه جيل تاني وتالت يقدر يكمل بقية المسؤولية طبعا الأخطاء اللي جاية على الشاشة دي طبعا دي أخطاء أعتقد دي موسم سابقة وأعتقد يعني كان ساعتها المحللين اتكلموا فيها لا كتير قلت لك ودي مفهاش طبعا قلت لك أشك على حسن على طارق سامي كان اسمه محمد حسن وطارق مجدي محمد حسن ده الحكم الكرة الدولي كرة شاطئية محمد قلت لك طارق سامي لا من كويسين جدا قلت لك طارق سامي لا فضل انا بقول لك ان في عندنا حكام كتيره ممكن يديروا المسابقه باسلوب كويس طبعا. بس برضو يا كابتن سيد هتبقى في اخطاء لازم هتبقى في اخطاء انا عاوز حضرتك كنت عامل فقره الاخطاء التحكيميه صح ولا النهارده تمام في الدوري المصري برضو في اخطاء تدريبيه من المدربين احنا كلنا بنتفرج وكلنا والناس كتير خبر بيقول المفروض ينزل فلان يلعب 4 4 2 يلعب 4 3 3 يعني بتبقى برضو فيها اختلافات كتيره يعني فعندك حاجه تانية يا كابتن سمير لا كده تمام يا كابتن طيب خليني اقول لك عشان التواصل بس عشان الناس معانا كتير جدا تمام حسن جابر بيقول احمد فتحي هو اللي كان لازم يروح المنتخب سؤالنا يا كابتن سمير كان حضرتك برضه عشان تبقى معانا مين اللاعب من وجهه نظركم اللي كان يستحق يروح المنتخب وما تمش اختياره من وجهه نظركم انتوا كمان النهارده يوم فري عارف لما بتروح تخسس ولا حاجه فالدكتور يقول لك انت النهارده اليوم فري طبعا انا ممكن اضيف لاعبين برضه من طبعا احمد فتحي وحسني عبد رب وحسني عبد رب اوكي اختار كابتن سمير رايح لاحمد فتحي وحسني عبد رب شيري من راي وليد سليمان ومحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز واحمد فتحي دول الثلاثه كان لازم يروحوا في المنتخب هشام عبد الجليل السوليه وفتحي ووليد سليمان من الاهلي كهربا من الزمالك وقفشه من بيراميدز وتحيه خاصه ليك يا محترم الله يكرمك محمد علي وليد سليمان وعمرو السوليه
عشري بيقول الكابتن وحسام عاشور وفتحي ووليد سليمان، محمد عبد التواب وليد سليمان وعمر السلية، محمد أنور عمر السلية، محمد إبراهيم وليد سليمان، أسماء أحمد أكيد وليد سليمان وعاشور والسلية. والله يا كابتن برنامج حضرتك وبرنامج ملك وكتابة دول فعلا البرامج التي يعتبر لا، وكمان الأهلي الليلة وكلام في الميديا وكل البرامج اللي موجودة على قناة الأهلي يعني لازم تشوفوها. محمود زهران أكيد وليد سليمان طبعا والسلية، شريف العقبي وليد سليمان وحسام عاشور، أنا عبد الهادي بالتأكيد عمرو السلية، أحمد يوسف كابتن سيد تحياتي لحضرتك وأكيد وليد سليمان عمرو السلية فقط في الوقت الحالي واللي جاي والباقي يستعيد مستواه، مصطفى سالم وليد سليمان وأحمد فتحي بالأخص عليهم علامة التعجب ليه ما راحوش المنتخب، إسلام شوقي أنت يا كابتن سيد أنا اللي راح المنتخب واحدة واحدة، سعيد بدر أحمد فتحي، محمد أبو زيد وليد سليمان وعمرو السلية، ميدو أكيد المنتخب محتاج لاعب زي وليد سليمان وحسام عاشور أو السلية، عبد الحميد عمار اهلا يا ابو الكباتن يا كيدهم انت كابتن باخلاقك راجل الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا عبد الحميد شاكر جدا، سعيد المصري الاماراتي، سعيد المصري الاماراتي الكابتن احمد فتحي، اسامه شعبان احمد فتحي وليد سليمان، السيد محمد محمدي احمد فتحي، ماشيل عمرو السلية وسعد سمير، هاب السيد اكيد احمد فتحي وليد سليمان يا كابتن سيد، حمدي مختار حبيبي يا كابتن سيد خليك مستمر احنا وراك يا الله يكرمك وليد سليمان وطبعا احمد فتحي، ايمن الكينج احمد فتحي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وهاني محمود، احمد فتحي وليد سليمان حسام عاشور، وليد سليمان حسام عاشور وعمرو السلية، شوقي الهواري انا من وجهه نظري يلعبوا بالاهلي كله وياخدوا كاس العالم مش كاس افريقيا، ميرو الاهلاوي مساء الخير ابو السيد بصراحه حرام فتحي وعاشور وسليمان ما يروحوش حسام عاشور وفتحي ما ينضموش المنتخب، ايه علاء فتحي وعاشور ووليد سليمان، يا كابتن سيد اللي بيقولوا دايما دايما ان الاهلي هو اللي بيكسب الحكام والزمالك بيتظلم من التحكيم، انا قلت في بدايه الفقره بتاعتي النهارده يعني كان واخواتها لان الامر مستمر وما زال وما دام وهيستمر مره ثانيه، وقلت اللي بيقولوا كلهم يعني لو انا بقول الاهلي بيكسب بالحكام والزمالك بيتظلم من التحكيم ده عيد دعوه، قلت يا رب سامحني على الكذب اللي انا فيه ده يا رب، يا رب والنبي سامحني يا رب، انا قعدت 5 ساعات بلا مبالغه يا كابتن سمير بلا مبالغه اجيب حالات تحكيم في 3 سنين بس قعدت لحد الفجر، بس ما فيش حالات جات لي طب كويس الحمد لله لحضرتك ولا جبتها وشلتها انت حبيبي انت حبيبي حبيبي بس انا نسيت برضو حكم من الحكام الاداري يديروا احمد العدوي برضو من السيس طبعا لازم هناخد شويه النهارده لان معانا كمان كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه حسني نتكلم في المنتخب ونتكلم في الدوري ونتكلم على الامور التحكيميه اكيد معاهم بشكل كبير جدا، لكن قبل ما حضرتك تغادر وتسيبنا خلينا ناخد واحد من رموز كره القدم المصريه عبر تاريخها يعني سيقف التاريخ طويلا مع عدلي القيعي، مساء الفل يا كابتن عدلي. مساء النور يا كابتن سامي ازيك؟ تحياتي ليك. تحياتي لكابتن سمير. اهلا وسهلا يا باشمهندس. بصراحه انا قلت لهم الحقوا قبل ما يمشي الكابتن سمير. اتفضل اتفضل يا كابتن. يا كابتن سيد لو سمحت ارجع تاني للقطه بتاعه خاطر. لان انا كنت هشربها زي كل مصر ان ابراهيم نور الدين هاتها سمير بعد اذنك تعليمات جاله مكالمه غيرت رايه من الحكم الخامس انا عايزك بس تاخد اللقطه عشان تكتشف المكالمه جات له بعد ما هو خد القرار وقف ظهره امشي بقى امشي عادي امشي عادي هيبدا يتكلم في السماعات مظبوط هيبدا يتكلم في السماعات امشي عادي يا معلم امشي عادي شوف هيحط ايده فين كان ابراهيم عمل ايه بقى؟ كان رجع يبقى ابراهيم ابتدى يكلمه دلوقتي فابتدى يسمعه دلوقتي. ابراهيم اللي خد رايه بعد ما اتغير وخد قراره هو ابراهيم افتكر. طب ومسكته اللي اتصفرت مسكته بس عشان عشان كابتن سمير ما حدش يقول لي اخطاء تحكيم، ما حدش يقول لي الاخطاء وارده، الاخطاء وارده ما يحدث ليس اخطاء تحكيم. لا ما احنا قلنا دي ركله جزاء. انا بقول لك الكلمتين اللي انت قلتهم النهارده معناها انه ما حصلش تحكيم. لا يعني انت قصدك الاثنين يكلموه الاثنين يتكلموا وده يقول لا انا ما قلتش وده يقول كل واحد لوحده يا حبيبتي يا صلاه النبي. صحيح. وفين بقى التحقيق؟ مواجهه بقى صح مواجهه ما حصلش كابتن عدلي انت فتحت حاجه في منتهى الاهميه مش عارف غابت عني ازاي لكن يعني بينك بنستفيد دايما لو ده قال حاجه وده قال حاجه ليه المواجهه؟ انا ما بتكلمش على مش نيابه على فكره لا لا هو بس بس هقول لك حاجه انت بتتكلم على حاجه كابتن وانا بقول حاجه تمام. واللي امر يخصنا احنا الاثنين من الاخر بقى من الاخر بقى مفيش حاجه اسمها القانون متعدد الكلام اللي بيتقال لنا لا 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 بص بس انا عاوز اقول حاجه الحكم شاف حاجه يحسبها بص يا كابتن لو قال له الغي يقول له لا جوه لا بينتي
بس يا باشمهندس انا عاوز اكد لحضرتك. تعرف لو في حسن ده يا كابتن سيد النبي عشان اقول كل اللي عندي. قول يا ابو كباتن. جابوا على كل حاجه. قول يا ابو كباتن. لو في حسن ده كان حسن وبعدين يروح يساله لو كان عايز يلغي بعد ما يتشاور معاه. صح. هي دي بيتكلم صح على بص بص زي الفار يا ابو كباتن. زي الفار. بص يا بص يا باشمهندس انا مع حضرتك في النقطه الاخرانيه. هو اول حاجه طبعا لسه ما فيش تحقيق تم ولازم تحقيق لازم اجيب الست حكام بما فيهم هراب. ده رقم واحد. رقم اثنين اللي حضرتك قلته هو ده كان الطبيعي اللي يحصل. كان الطبيعي اللي يحصل انه كان يحسب ركله جزاء وبعد كده يروح للحكم الخامس ويجيب الاضافي ويجيب الاربع حكام ممكن كان يتشاوروا فيها وكان ممكن فعلا يرجع في رايه. انت هو ده المفروض اللي كان يحصل. ما حصلش. بس اصبر عليا بقى. اصبر عليا عشان الثقيله جايه. هتفضل. الذي يؤكد ان الغرض مرض التصرفات اللاحقة وعدم إجراء تحقيق شفاف والمبررات التي تقال لنلغي بها عقولنا لا في فساد وأنا حاطط هدومي في الشطة مستعد أروح. بس سلام عليكم كابتن عدلي. استنى تروح فين؟ يعني إحنا اخترنا النهاردة كان وأخواتها كان عنوان للحلقة. تعرف كان تتبرأ من أخواتها بقى. كان تتبرأ. طب أنا نفسي في اثنين من أخوات كان. واحدة شيئتها والتانية مش شيئتها. أنت عارف كان أمسى أصبح ما زال ما دام كل دول من اخوات كانا. احنا نفسنا في منفكه دي اختها شقيتها. منفكه نفسنا احنا في منحله دلوقتي. نفسك في ايه؟ نفسي في منفكه دي اخوات كانا شقيتها على فكره. تمام. ومنحله نفسنا ننفكه وننحله من الاخطاء التحكيميه. كابتن عدلي رأي الرحالي. شرفتنا كابتن عدلي. شكرا جزيلا لحضرتك. سليمان نجيب ده كان عبقري. عم سليمان نجيب ده كان عبقري. كان باشا. 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 بس انا بقول لك كابتن فضل. يعني هو فعلا لسه التحقيق لسه ما اتعملش زي ما كابتن عدلي توقعه. هو طبعا استشاف لسه ما فيش تحقيق اتعمل وطالما لسه ما فيش اسبوع قادم لسه اتعمل اعتقد لازم واجب على لجنه الحكام طبعا تقعد مع الحكام وتعرف مره التحقيق مش عشان اعرف باسم مين غلط عشان ما تتكررش تاني. بس وان شاء الله يا رب نورتنا العمور تعدي على خير باذن الله. نورتنا يا ابو كباتن. شكرا كابتن. شكرا جزيلا حبيبي. الفقره الخاصه بالتحكيم خلصت لكن هقول نفس الجمله اللي قلتها في الانترو بتاعي في المقدمه. تخدعني مره عيب عليك. تخدعني مرتين عيب علي. بعد الفاصل مع نجومنا كابتن عادل عبد الرحمن كابتن اسامه حسني وحاجات خاصه بالخمس اسابيع واكيد موضوعات اخرى وكمان مباراه النيجر بكره باذن الله بين المنتخب الاول المصري ومنتخب النيجر. كل التوفيق لمنتخبنا باذن الله والامور التفصيليه التحليليه الفنيه مع نجومنا كابتن عادل عبد الرحمن وكابتن اسامه حسني. كان واخواتها عنوان حلقه النهارده من ملعب الاهلي. كان امسى اصبح ما زال ما دام كل حاجه موجوده معانا مفيش حاجه بتتغير مفيش فايده. سعد سغلول ده عبقري. كابتن عادل مساء الفل. نورنا. حلو يا زي نجيب الرحالي. ومنفكه ومنحله. قال منحله دي من اخوات كان. قال له بس مشيت. قال له مشيت. نورنا يا كابتن سيد. الله يخليك. اهلا بيك كابتن اسامه. مساء الفل. نور. مساء الفل يا كابتن سيد. ما تقابلناش من يوم مباراه الانتاج الحربي. طبعا سعيد ان انا موجود مع الكابتن عادل عبد الرحمن. يا كابتن اسامه. طيب اخد قبل ما اخد رايكم في الاسبوع المزدحم ده وكمان بكره مباراه النيجر والخمس اسابيع خلينا اقول لكم النهارده ان كان في ندوه في مدينه نصر كان موجود فيها كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا زي ما انتم عارفين اللائحه اللي هتعرض على اعضاء الجمعيه العموميه يوم 28 ابرز التصريحات اللي قالها كابتن محمود النهارده. الاهلي يحرص دائما على تقديم كل العون للنجوم السابقين وكبار السن. كابتن خطيب تعديل ماده شروط عضويه الزوجه المطلقه والارمله. جميع اعضاء الاهلي ينتمون لعائله واحده. مجلس الاداره تعهد باعداد لائحه الاهلي في العام الاول لانتخابه. التصويت على مشروع اللائحه التحدي الكبير لعائله الاهلي. مشروع لائحه النظام الاساسي للاهلي بدا عام 1908. الاهلي يتلقى اكثر من 1600 مقترح على مشروع اللائحه. دي كانت ابرز
يعني تصريحات كابتن محمود الخطيب النهارده في الندوه اللي اقيمت زي ما انتم شايفين وبنعرضها لحضراتكم في اهلي مدينه النصر لمشروع اللائحه الجديده اللي هو هيبقى يوم 28 لائحه النظام الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. روح وشارك وقول رايك، انت بتشارك بيتك زي ما وصفه كابتن محمود والعائله النادي الاهلي، هو بيتك في الاول والاخر يعني بتستقر فيه، بل بالعكس كمان ده في ناس قعدت في النادي الاهلي اكتر ما قعدت في بيوتها، ودي حقيقه على فكره، دي حقيقه مش كلام بس شعارات ولا حاجه، لا في ناس كتير جدا جدا قعدت في النادي الاهلي اكتر ما قعدت في بيوتها. اللي عجبني برضو في وضع اللائحه كابتن سيد المشاركه من جميع الجمعيه العموميه في وضع دستور ولائحه النادي الاهلي واستجابه مجلس الاداره لكل الاراء، المشاركه المجتمعيه برضو النهارده انت لم يعني العمليه مش مقتصره على مجموعه او فئه معينه، لا انت فاتح لكل الجمعيه العموميه وبتسمع كل اراء وبتحترم كل اراء وبتدرس الاراء، والنهارده بنشوف برضو مجموعه من الصحفيين بتشارك برايها، بنشوف الرياضيين، بنشوف الفنانين، بنشوف السياسيين، كل الطوائف الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، او سواء انت غير عضو عامل في النادي الاهلي فانت برضو بتشارك برايك وبنسمع لرايك، وده يعني حاجه تحسب طبعا لمجلس الاداره ان يعني المشاركه في وضع اللائحه ان ده هيبقى دستور النادي الاهلي ان شاء الله، واتمنى يعني يبقى اكبر عدد موجود من الناس يوم 28 ان شاء الله، سواء انت موافق او غير موافق على حقك طبعا اللائحه طبعا، ومقترح ممكن يبقى فيها حاجه بالنسبه لك تعديل خاص بيك او خاص بالمجموعه او خاص بالنادي بشكل عام ده لمصلحه النادي. كابتن عادل هنخش في التحكيم والاسبوع المزدحم ده، قول لي رايك فيها يا كابتن. في ماتش الاسماعيلي اولا في التحكيم انا يعني انا مش هتكلم كتير يمكن كلمته انت فيها كابتن سعد، ولكن انا شايف انه الكوره حلاوتها في حاجه مهمه قوي في عدالتها، يعني العداله بتخلي الدوري افضل واحسن. حاجة التانية المهمه اقتناع كمان، او كابتن سعد في حاجه مهمه لازم الحكام يعرفوها، يعني ان في اسبوع او سنه لعيبه بتتعب بتعمل اعداد، صحيح فرقه بتلعب، مجموعه لسه طالعه، مجموعه بتعتذر يعني خلاص في اعتزال، يعني فانت بتاخد مجهود لما بيكون في اخطاء، كره فيها اخطاء بس في اخطاء عن اخطاء بتفرق، يعني انا متخيل ان في خطا انا ما لومش فيه حكم، انا عمري ما بلوم حكام على فكره، يمكن حتى انا بلعب عمري ما اجي على حكم ولا انا صحيح، بس هو بس هو في حاجه مهمه، في خطا يجبرك انك تحس انه غير طبيعي او يجننك، ويجننك يعني زي البنالت اللي هو يجننك، يعني انا افتكر ان معاذ الحناوي لازم ياخد الحزام الاسود فيها لانه بيلعب مسارعه روماني تمام، يعني كان لازم الحكم يصفر حلو التعبير ده، كان لازم يصفر ويجري يديله الحزام يقول له انت لو ياخد ثلاث نقاط في المسارعه ما اعرفش، او ممكن الحكم يقول له لمسه اكتاف يعني لان بنالتي رسمي. اللي ضايقني في الامر عارف ايه؟ مش ابراهيم. ايه بقى؟ الحكم الاخير خامس محمد ابو قاسم خامس، تعرف ان هو حكم شاطيه؟ عارف ان هو حكم شاطيه ده؟ كره شاطيه؟ كره شاطيه والله. انا مش بلوم يعني جامد قوي، انا لا 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 اتلام اتلام يا كابتن، لانه بنتقل. والله العظيم اتلام، انا انا شفتها انه اصل دي في وقت من الاوقات في بدايه المباراه، خلي بالك ده بيدي روح للفرقه الاخرى يا كابتن سيد، يعني انت لو جبت البنالتي ده كاي تيم اهلي او اي حاجه، مش بتكلم عشان النادي الاهلي، اولا التكتيك بيتغير بتاع المدربين، صحيح. اولا الملعب بيتفتح او حاجات كتير قوي، فبناء على هذا انك انت ظلمت الفرقه ظلم، عارف ده لو على النادي الاهلي والله ثانية. وانا قاعد هنا قدامك ثانية. وانا قاعد قدامك وما حسبهاش والله لا كنت قلت ما حسبهاش طبعا. يومها يوم المباراه كان الكابتن سيد واحنا على الهوا قلت قال طرد الشناوي، يعني انت ده اول رد فعل، اول رد فعل واحنا بنتكلم على النادي الاهلي قلنا يعني طرد الشناوي، عمل كابتن سيد كان مدير كوره يا كابتن اسامه، كنا في مباراه من المباريات البنالتي قلنا مش بنالتي واحنا هنا، كان بنالتي جه للنادي الاهلي وقلنا لا، وجه سمير عثمان بعديها وقال مش بنالتي، هو الحكم حسبها تسرع فيها من وجهه نظره، احنا لازم نبقى فير، لكن بالطريقه دي انا شايف ان في تعمد من الحكم الخامس. خلي بالك يا كابتن عادل، هي الموضوع كمان مش حكم خامس بس، يعني في زاويه رؤيه كابتن ابراهيم نور الدين على ال 18 في مكان يسمح ليه بالرؤيه وقريب من اللعبه، محمد ابو خاطر قدام اللعبه بنص متر، حكم الرايه برضه في وضعيه ان يشوف الشده، ما انت عندك الثلاث زوايا موجودين، حامل الرايه، حامل الحكم المساعد ده خالص حامل. طب ما انت النهارده لو الحكم الخامس
قلنا ما يعني كان لازم ينزل على الارض وزي واحد. المصارعه كده ويعد ثلاثه واحد اثنين ثلاثه لو وليد ازارو قام بسرعه تتحس ضرب الجزاء ما قامش خلاص استمر اللعب يعني زي المصارعه ده لازم لازم حد غلط كان لازم ينزل على الارض زي المصارعه بالظبط صح يعني معلش بص خلي بالك بص حكم الرايه برضه الرايه مفروض مع اللعبه دي على خط واحد لازم برضه زاويه الرؤيه تسمح له وبص الكابتن ابراهيم نور الدين يعني عندك ثلاث زوايا رؤيه تفتح النهارده لا ده الكره ضربه جزاء بس في حاجه ثانيه يا كابتن سيد كل الناس اتكلمت فيها احنا يعني قالت ايقاف الكابتن ابراهيم نور الدين ايقاف طاقم التحكيم استقاله كابتن عصام فتاح دي كلها حلول مسكنه زي ما بقى عندك واحد عنده مرض فانت بتدي له مسكنات لكن انا ما يعني ما حلتش الخطا اللي عندي الخطا ده هيتكرر تاني ان انا لو اوقفت او استبعدت او خصمت او عملت انا النهارده عايز اطور اللعبه عندي واطور الدوري المصري بدات اجيب حكام بدات اجيب مدربين اجانب بدات اجيب لاعبين اجانب وافتح العمليه لاربع لاعبين اجانب بدات اطور الملاعب بدات اطور المنظومه الاعلاميه للدوري عايز اخلي السلع عاليه لكن النهارده التحكيم عنصر مهم جدا انا عملت ايه النهارده علشان اطور منظومه التحكيم عشان تطور منظومه التحكيم جبنا فيديو كده تلفزيون 2 بوصه عشان اطور منظومه التحكيم اول حاجه لازم استخدام خبير اجنبي تحكيمي للدوري المصري انت قلت انا هقطعك بس في دي لازم تكمل انت من اول اسبوع قبل كل الحالات اللي احنا شفناها دي قبل كل ده طلبت بالفار اول واحد لو حتى لو الاستاذ سمير معانا هيجيبها من اول مباراه الاسماعيلي قلت لك الدوري السنه دي في صعب هيبقى فيه كلام كتير في ضغوطات على التحكيم الحكم اقتراحاتك بس عشان ما تنساش اول حاجه لازم استخدام خبير تحكيم اجنبي عشان يطور المنظومه التحكيميه في مصر ولازم يتقاضى اجر ما يعملش بدون اجر لازم باجر زي النهارده زي ما جبت اجيري للمنتخب مصر زي ما بتجيب كارتيرون للنادي الاهلي زي ما بتجيب دوري محترفين جروس للنادي الزمالك النهارده لازم يبقى عندك خبير تحكيمي اجنبي يطور المنظومه التحكيميه النهارده لازم توسع القاعده التحكيميه عندك من الحكام سؤال مفاجئ سؤال مفاجئ صح هي هات تلات اختلافات للصورتين سؤال مفاجئ ايوه هي بالظبط عندك تلات اختلافات في الصورتين بس تصدق ان معاذ عملها احسن يعني كان فيها سلاسه احسن خلي بالك ما اتحسبتش علشان وليد ازارو قام بسرعه لو الكابتن كان نزل على الارض عدى انا عايز اقول لكم حاجه بس في الجون ده بس يفتح الكادر بتاع ابراهيم وهو جاي صدق والله بيحسبها اتفرج عليه كان هيحسبها طب شوف هو كابتن عدلي هو رايح يحسبها بس خلي بالك انا شاكك لا بص لا هات لا من غير الـ 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 الصوره الثانيه بتاعه كرم جابر خلاص احنا كده اقتنعنا ان بتاعه معاذ اكتر بص رايح هو بص على 18 بص السفاره هيعمل ايه بص هيعمل بيحط وهيعمل اتراجع خلي بالك في كلامهم مع كابتن سمير ده قال لك قال لي وده قال لك انا ما قلتلوش يعني ده ابراهيم قال له قال لي ابو خاطر وابو خاطر قال لي ما قال لك ما قلتلوش كان لازم يقوله في كلمه اقوى ايه يقوله الخط اتقطع في الوقت ده لكن ممكن يخرج خلي بالك السماعات مش شغاله اساسا يعني السماعات مش شغاله ما بهزرش والله تعالى يا عم تعالى اوكي ان غدا لناظره لا يا كابتن اسامه ده قريب اليس موعدنا من الصبح اليس الصبح مش هي كده اليس الصبح بقريب اليس الصبح بقريب قريب جدا كابتن عادل مساء الفل مساء الفل مبروك اولا يعني ما تقابلناش وجها لوجه كده بعد مباراه الاسماعيلي نتيجه كبيره جدا النتائج اللي هي على الفرقه طبعا الشعبيه الاسماعيلي طبعا وما ادراك من الاسماعيلي 5-1 نتيجه كبيره الافضل الشباب يعني الافضل عدد اللعيبه اللي هي سنهم اصغر كان هم اللي بيلعبوا في الملعب يعني احنا اتكلمنا في النتيجه احنا قلنا النتيجه ما بتهمنيش قوي يعني انا مش جاي عشان بطوله ورغم ان النادي الاهلي لازم بيلعب على جميع البطولات حتى لو بيلعب في ايه لكن انا اللي يهمني المجموعه اللي لعبت مجموعه صغيره قوي في السن من القطاع من كل مدرب القطاع نزل في لعيبه كويسه يعني زي اللعيبه اللي هي 2099 و2000 في الملعب كان في اكتر من لاعب يعني ممكن انا مش عاوز اقول اسماء دايما علشان انا اللعيبه كلها عندي نجوم يعني هنا الفرقه كلها هشام شعبان يعني هشام شعبان وبدري وفخري لا حي هشام شعبان كمل بس انت عشان اقول لك على هشام شعبان حاجه وفخري ويوسف علاء وعربي في وسط الملعب ومحمد عبد المنعم وفرماوي
وشوبير طبعا اللي هو جون واعد جدا للنادي الاهلي، وحاتم قلنا يوسف علاء كمان يوسف علاء وحاتم وكريم يحيى، مجموعه كويسه. ولكن انا اللي يهمني في المباراه مش يهمني النتيجه قد ما يهمني استعداد اللعيبه دي ان هم يلعبوا في فرق اكبر. يمكن محمد منصير برضو من اللعيبه الكويسه قوي اللي اقدر اقول عليها مستقبل كويس. فعندي مجموعه كويسه، انا بقول ان النادي الاهلي في الوقت ده جاهز انه في اي لحظه محتاج اي لعيب هيجي له اللعيبه اللي هم اللي هو عايزهم ويلبلوا كل طموحاته. وافتكر ان هم بنشتغل معاهم على اعلى مستوى يعني من التثقيف اللعيب المحترف. الحاجه الثانيه المهمه يمكن انا عاوز اشكر الكابتن سمير عثمان بالمناسبه، لانه من المشاريع اللي احنا عاملينها للفريق دي كانت اول في بدايه فتره الاعداد كان لازم نقول لهم على كل الحاجات اللي حصلت في التجديدات في الاتحاد الدولي للتحكيم يعني. فجبنا الكابتن سمير عثمان ادهم محاضره كبيره ونجحت بصوره كبيره جدا. ويمكن يجب على كل الفرق، يمكن احنا هنعملها دايما يعني، ان يكون في محاضرات تحكيم علشان حته اللعيب يبقى ممكن في حاجات في ال 18 مثلا يعني. شفنا احنا في مباراه الاسماعيلي دي اتنين بنالتي لينا، الجون عرق اللعيب بتاعنا، اللعيبه عارفه ان دي مش طرد يعني، بقت الزق من فوق بقى الطرد، لكن كابتن سمير فهمه من الحاجات دي فانا بشكره. ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان احنا في بدايه الموسم، انا ما يهمنيش النتيجه قد ما يهمني الاداء، وادائهم كان مبشر وان شاء الله يفضلوا على كده. وانا بقول دلوقتي عندنا تيم تاني لفريق النادي الاهلي بجد يعني نقدر نعتمد عليه، وفي اي لحظه النادي الاهلي محتاج لاعب منهم هيأدي وهيأدي زي اللعيبه اللي فوق، ودول تكمله للعيبه اللي فوق ان شاء الله. ان شاء الرحمن مبروك، نتائج طبعا بتبقى مهمه جدا، وبضم صوت لصوتك. وعايز اقول بس يعني يمكن انا برضو اعرف بعضهم شويه، نجوم واعده، وهقول نفس الرساله اللي قلتها لهم قبل كده، مش مشكله توصل امتى، المشكله يعني لما توصل تستمر. ده واحد. اتنين، هتجيلك طول ما في تعب. تعالى لي يا سمير بعد اذنك، تعالى لي كده بعد اذنك. طالما في تعب كل الناس اللي موجوده في فرقه العشرين او فرقه الشباب، طالما في تعب ربنا هيديك، ثق تماما في كده. بس لما ربنا سبحانه وتعالى يديك تكون انت مستعد بقى نفسيا، مستعد بدنيا، مستعد ذهنيا، فنيا مستعد. مش مشكله هتجي لك امتى، جات لك وانت 20 سنه، جات لك وانت 21 سنه. خدوا مثال كابتن هشام حنفي. كابتن هشام حنفي اول مباراه ليه كانت موسم 95 لو تفتكروا. هو مواليد كام كابتن هشام؟ كان صغير، كان بيلعب معانا مواليد 93 73 او 74 حاجه كده يعني. جات له وهو عنده 21 سنه 22 سنه بطوله العربيه يعني، لما لعب درجه اولى هشام حنفي اسم كبير. المباراه اللي هي اللي جاب فيها جولين اولمبيك البيضاوي المغربي، جاب فيها جولين طبعا يعني، لعب وهو عنده 21 سنه. انا اخر واحد لعبت على فكره من فرقتي يعني، اخر واحد لعبت من فرقتي. لكن المهم تستمر، فرصه لما تيجي انت حالتك ايه وقتها بالظبط كده. وخلي بالك في امثله ثانيه برضه يا كابتن سيد، يعني ما حلفهاش الحظ انها تلعب فريق اول زي اسلام محارب، طلع في وقت كان فيه لعيبه كتير في الفريق الاول زي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ولعب كاس العالم، ايمن اشرف لا كان لعب، بتكلم على اسلام محارب مشي ورجع، على حسن مصطفى زمان، اسامه حسن، اسامه حسن. لكن انا بتكلم على عناصر دي طلعت ورجع تاني النادي الاهلي اساسيه وخدت فرصه كبيره جدا في النادي الاهلي ولعبوا سنوات طويله. انت دايما كلاعب دايما تبقى مستعد للفرصه، ودايما تبقى عندك تجديد للطموح دايما دحين. يعني حته الياس والحته دي ما تدخل. وفي مصطفى عزت برضو من اللعيبه الكويسه قوي يعني، اخو محمود عزت، اخو محمود عزت من اللعيبه الكويسه، كلهم لعيبه حقيقه لابوهم كمان يعني، هو قابلته مرتين ثلاثه حقيقه ليه بصراحه يعني مستمر معاهم، مقتنع بيهم وبيروح وبيجي، فتحيه ليهم يعني. ولائهم كله لازم يكون للراجل بصراحه. كابتن عادل عامل معاهم شغل كويس صراحه. هنشوف ماشي. لا بص انا لا اقول لك حاجه كابتن سعيد، انا ما يهمنيش النتائج فعلا. انا يهمني لما النادي الاهلي يحتاج لعيب يلاقيه ويلاقيه ايه، مش يلاقي لعيب عادي، وخصوصا والنبي الناس اللي هي الوينج اللي هي ناحيه اليمين ناحيه الشمال مهمين قوي. عندنا بص اقول لك حاجه كابتن سعيد، نسيت محمد العربي برضه. لا انا قلت عربي، انا قلت من الاول. في نقطه مهمه عايز اقولها لك كابتن سعيد، مش المهم تطلع لعيب كويس جوه الملعب بس، المهم تطلع لعيب مثقف. عندك حق. علشان ما تتعبنيش، عندك حق، وعشان ما تتعبش النادي الاهلي، ما تتعبش نفسك، لان النادي الاهلي مضغوط وبيتضغط، واللاعب بيبقى طول الوقت مضغوط. فلازم يبقى مثقف اداريا، لازم يبقى احتراف كامل،
لازم يبقى اخلاقه تناسب النادي الاهلي. فكل الحاجات دي كلها يجب على المدرب اللي شغال في النادي الاهلي ان هو يراعيها تماما. طيب انا كنت عايز اعمل حلقه بقى طالما انت جيت كده، يعني خلينا نقول حاجه في منتهى الاهميه بقى. انا بلوم كل الناس اللي موجوده في بالفكر على مستوى مصر كلها. تمام، يبقى تمرينك مثلا ولد في اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالثه اعدادي، وواحد مثلا في اولى ثانوي، او واحد في سته ابتدائي او خمسه ابتدائي او ايا كان السنه المرحله الدراسيه اللي هو فيها، وتمرينه يبقى الساعه 12 او الساعه 1، انت بتقول له كده ما تروحش المدرسه يا جماعه. ده احنا سنه 89، يعني انا اول عهدي بالنادي الاهلي 13/6/89، كان كابتن ابراهيم عبد الصمد الله يمسيه بالخير، وكان كابتن احمد عباء الله يمسيه بالخير، وكان كابتن رمضان السيد الله يمسيه بالخير، وكان كابتن عمرو المجد، والناس اللي موجوده بيحاسبك على الغياب في المدرسه يا كابتن اسامه. فده مهم جدا، هنعمله حلقه مش وقتها في الوقت الحالي، لكن مهم جدا، مهم جدا ان انت تساعد الولد ان هو يروح المدرسه، ما تعملوش تمرينه في وقت المدرسه يبقى عنده الساعه 12 الساعه 11 ونص، وكانك بتقول له انت يا ابني ميح، انت نحو الاميه، نحو الاميه. قطاعات الناشئين مهمه جدا. انا لما رحت بايرن ميونخ يعني طلبت ان انا اروح اعمل يعني برضو ابص على قطاع الناشئين. التكلفه اللي حطينا او الميزانيه اللي حطينا قطاع الناشئين في بايرن ميونخ 45 مليون يورو لقطاع الناشئين. النهارده 45 مليون يورو عملوا مكان لقطاع الناشئين. 45 مليون يورو طبعا. النهارده الفكر بس ده الباير، بس خلي بالك الفكر في بايرن ميونخ ايه النهارده، مش هيقدر يجاري 93 مليون جنيه، مش هيقدر يجاري برشلونه وريال مدريد في الصفقات. فهو عايز يعمل يعمل قطاع ناشئين قوي جدا. الفكره بتاعت ممكن يشتري صفقه، الفكره اللي لازم يخلينا في الوقت عنده الدعم. احنا كده برضه احنا لازم احنا لا مفر لينا وبعلنها ان احنا لازم نطلع لعيبه، عاوزين قطاع ناشئين يبقى منتج وليس مستقبل. وعندك زي ما بيقولوا الماده الخام، يعني اللي عندنا كل حاجه، بس عندنا عندك المواهب، عندنا حاجه مهمه. عندنا حاجه مهمه دايما، احنا لازم نعرف ان المدرب اللي تحت يجب انه يبقى افضل من اللي في الفريق. صح طبعا، انت بتبني وفلوسه كمان، لا وبتبني كمان، حط تحتيه 50,000 خط فلوس وفلوسه تاسس. انت مش هتجيب مدرب كويس يا كابتن سيد الا لما يكون بياخد كويس. صحيح صحيح. طيب نتكلم في الموضوع ده، عايزين نعمل له حلقه. فريق الاعداد، فريق الاعداد يعني عايزين نعمل، تعالى عايزين نعمل حلقه لمستقبل، عايزين نعمل حلقه لبكره، عايزين نعمل حاجه يعني تبقى هادفه وايجابيه جدا، عايزين نعمل حلقه مهمه جدا 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 بعد اذنكم، عايزين نحضر لها كويس قوي 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 قوي، حلقه خاصه بمستقبل النادي الاهلي ومستقبل مصر بشكل عام. طيب كابتن عادل، نخش بقى في حصاد الخمس اسابيع. مين لفت انتباهك؟ مين اكثر من عجبت بيه في خلال الخمس اسابيع اللي فاتوا؟ انا يعني في البدايه انا بحيي الجونه وهشام زكريا. اوكي بجد يعني هشام زكريا الكابتن مختار، مختار طول عمره يعني احنا معترفين ان هو من افضل المدربين اللي في الساحه وعلى الساحه مع فرقه الانتاج، برضو عملوا اداء كويس. سموحه وعلي ماهر عمل اداء كويس، لكن اللي انا بقول اللي بعد شويه المفترض ان هو أداؤه ما كانش على قد المستوى في رأيي أنا الإسماعيلي، لأن أنا طول عمر الإسماعيلي وأنا بعلنها يعني إن الإسماعيلي من يعني لما أنا أقول النادي الأهلي وأجي أتكلم بعد النادي الأهلي بجيب سيرة الإسماعيلي الأول، لأن الإسماعيلي أولا يعني نادي كورته جميلة ولاعيبته كويسة قوي، ولاعيبته دايما طول الوقت بيبقى إنتاجهم أقل من إمكانياتهم، فهي دي يمكن الإسماعيلي. والباقي كله يعني ماشي بشكل منتظم، ولكن افضل الناس اللي انا شايفهم الجونه بامكانيات لعبته وفكري هشام زكريا. طيب كابتن اسامه. انا طبعا مع كابتن عادل، فريق جونه مع هشام زكريا والاستقرار الفني لما كانوا في الدرجه الثانيه. نادر شوقي برضو عينه حلوه، عمل فرقه كويسه مع الكابتن هشام زكريا. عجبني برضو فريق النجوم، فريق النجوم برغم انه كان ممكن يحصل له دروب في بدايه الموسم، كابتن ضياء السيد والجهاز الفني اول مباراه يعني بيلعبوا بدون مدير فني حققوا فيها التعادل، بعد كده فوز على نادي الزمالك، تعادل مع الاسماعيلي وهم كانوا الافضل وكانوا الاقرب للفوز. النهارده فريق النجوم 6 بونت في المركز ال11، فبرضه دي من الحاجات الكويسه. عجبني جدا فرقه الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري برغم انه مر بعصره كانت صعبه جدا امام الزمالك بيخسر بخماسيه، لكن الكابتن محمد عمر قدر يعني يلم الفريق تاني. كان عنده مواجهه صعبه جدا مع الترجي، يتعادل هنا ويتعادل هناك بنتيجه ايجابيه هناك يقدر يصعد في البطوله العربيه. عجبني جدا فريق الاتحاد السكندري. عجبني فريق الانتاج الحربي، الاستقرار الفني مع كابتن مختار،
النهارده الانتاج الحربي مع بدايه الدوري ما بيخسرش ولا مباراه. بيفوز وبقيه المباريات تعادل، فالنهارده برضو الانتاج الحربي مع كابتن مختار ليه شكل كويس. في لعيبه عجبتني جدا السنه دي في الدوري، محمود الشبراوي من الجونه مهاجم متميز. هايل، برافو عليك. محمد زكريا شيكا من انبي، جاي من فاركو، هو جاي من فاركو، لعيب تحت الفيرود مميز اشول، عنده حلول هجوميه. عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربي، واستغرب طبعا من عدم وجود عامر عامر في قائمه المنتخب، ده مفروض يعني من السنه اللي فاتت في كلام على عامر عامر، لازم اقرب فرصه لازم يكون ليه دور في او يكون موجود في تشكيله المنتخب. اسلام روجي طبعا من الجونه، عجبني من النادي الاهلي صلاح محسن وسليف كولوبالي. صلاح محسن بالدور الايجابي اللي هو دايما بيشتغل فيه سواء من بدايه المباراه او لما بينزل، وسليف كولوبالي تحس انه فريق يعني سليف كولوبالي تحس انه لاعب قديم في النادي الاهلي، دخل عنده الانسجام بسرعه، ظهر في مباريات صعبه، هدف في مباريات صعبه. وطاهر محمد طاهر من المولين العرب، هم دول اللعيبه اللي عجبتني في الدوري في خلال الخمس جولات في بدايه الدوري. كنت عايز اقول حاجه بس على النجوم، يمكن انا بحب الاستاذ محمد طويله لانه صمم على اللعيبه اللي تعبوا معاه، وصمم ان هو يقلل اللعيبه اللي يجيبها، ودي كانت يمكن انا اتكلمت معاه قال لي انا دي لعيبتي اللي تعبت معايا لازم اكمل بيهم، وصمم وهو كان محق في دي انه لقى. يعني انا بتكلم على نتائج، يعني انا كنت متخيل لما كابتن ضيا مشي وبعدين جه عماد النحاس وقال مش همسك حاجه كده، يعني ده اللي حصل. كابتن محمد عوده برضه وجه يعني وفي كلام، لكن هو صمم على انه لعيبته كويسه، والنتائج اللي انا شايفها ان يمكن هو اللي كسب الرهان، لا ولكن لسه احنا في اول الدوري، ولكن في البدايه اقدر اقول لك ان عامل النتائج، لانه لعبوا مباريات صعبه جدا، لعبوا مباراتين ورا بعض 6 بونت، المفروض يروحوا اسماعيل وزمالك، خد منهم 4 بونت، انديه كبيره ما بتعرفش تاخد اكبر منه كتير قوي واقدم منه في الدوري، ما بيعرفوش يجيبوا الاربعه بونت. طيب عشان موضوعاتنا كتير قوي، خلينا اقول لكم احصائيات يا كابتن اسامه. كابتن عادل، في الدوري عدد المباريات اللي اقيمت حتى الان 44 لقاء، عدد المؤجلات مباراة واحدة، الانتصارات 26، الفوز 9، عدد مرات عدد نتائج الفوز 9، عدد مرات فوز صاحب الملعب 8، عدد مرات فوز الضيوف 18، عدد التعادلات 18، عدد نتائج التعادل 3، عدد التعادلات الإيجابية 9، عدد التعادلات السلبية 9. طيب عدد نتائج الفوز 9 يعني ايه؟ الاهداف في ارقام، عدد الاهداف المسجله 92 هدف، منها 28 لمحترفين اللي هم مش مصريين يعني. عدد اللاعبين الذين سجلوا الاهداف 68 لاعب منهم 20 محترف، لاعبون سيسجلون لاول مره 14 لاعب منهم 9 محترفين اللي هو اول مره في الدوري يعني. عدد الاهداف الذاتيه اللي هي 3 في مرماهم، يعني 3 اهداف في مرماهم. اهداف الشوط الاول 40 هدف، اهداف الشوط الثاني 52 هدف، اهداف صاحب الملعب 39، اهداف الضيوف 53. الهدافين اسلام رشدي 3، احمد علي الجونه ده اسلام رشدي، المقاولين احمد علي، الزمالك كاسونجو، الزمالك محمود علاء 2، الداخليه اسلام جابر 2، صلاح محسن الاهلي 2، بيراميدز محمد مجدي قفشه 2، اسلام جابر اورتو الداخليه، الاتحاد السكندري سيسي بيراميدز ماركوس دي سيلفا اللي هو كينو لاعب هايل طبعا، الجونه محمود الشبراوي، والاهلي قلت صلاح محسن، امبي محمد شيكا اللي هو محمد عبد الرازق شيكا، امبي نوح علاء اللي هو اللعيب المغربي، حرس الحدود مصطفى جمال، بيكلي بتروجيت 2 برضو، المقاولين طاهر محمد طاهر هدفين، والانتاج الحربي محمد رجب هدفين. ضربات الجزاء في ارقام، ضربه الجزاء المحتسبه 12، ضربه الجزاء مسجله 9، 3 مهدره، عدد الحكام المحتسبين لرجلات الترجيح 9، ضربات الجزاء المحتسبه 12. أكثر الأندية التي يحتسب عليها سموحة 3 ضربات من 5 أسابيع كتير، حرس الحدود والزمالك اللي اتحسب لهم، يعني أكثر الأندية اللي اتحسب لها بقى اللي اتحسب لها سموحة 3، حرس الحدود 3 والزمالك 2. أكثر الأندية التي احتسب حرس الحدود 2 والزمالك 2. أكثر الأندية التي احتسب عليها ضربات جزاء الداخلية ومصر المقصة وإنبي 2. أقوى هجوم الزمالك 10، إنبي بيراميدز 8، الجونة 7، الأهلي سموحة المقاولين الداخلية 6، المصري الاتحاد 5. أضعف خط دفاع إنبي والداخلية 9، الاتحاد 8، وادي دجلة وحرس الحدود 7،
المصري وطلائع الجيش 6، المقصه والجونه 5، عدد الملاعب التي اقيم عليها مباريات 14 ملعب، اكثر الملاعب التي اقيم عليها مباراه برج العرب بيترو سبورت 8 والسلام 5 والجبل الاخضر اللي هو استاد المقاولين العرب طبعا وجهاز الرياضه 3، اكثر الانديه فوزا للاهلي وبيراميدز والزمالك 3، الانتاج الحربي وسموحه مباراتين، اكثر الانديه تعادلا بتروجيت 4، النجوم والاسماعيلي وسموحه والانتاج الحربي والمصري 3 مباريات تعادل، الاتحاد الجيش والجونه وبيراميدز والاهلي 2، اكثر الانديه هزيمه وادي دجله حرس الحدود المقاصه الداخليه المقاولين 3 انبي وطلائع الجيش 2. عايز اسال حاجه على الارقام؟ حاجه مهمه جدا. اتفضل. الشوط الاولاني اهداف الشوط الاولاني 40. اوكي. هم الاهداف كلها 92، اهداف الشوط الثاني 52. عاده يا كابتن سيد في اول خمس اسابيع في اي دوري في العالم بيبقى اهداف الشوط الاولاني دايما اقل من كده كتير. يبقى الدوري ده مرشح ان يبقى فيه جوان كتير قوي. ليه؟ لان الفرق ما بين الشوط الثاني في بدايه الموسم انك انت في بدايه الموسم ما بتكونش في فيت او في التوب فورم بتاعك. فيمكن الاهداف تيجي في اخر المباريات اللي هي الطبيعي ان يجي 52، لكن مش الطبيعي ان يجي 40 في الشوط الاولاني. الحاجه الثانيه المهمه والملاحظه المهمه جدا، اصحاب الملعب احرزوا 39 هدف. اهداف الضيوف كانت 53. اوكي. ده بتديك انطباع ان الجماهير واللعيبه والضيوف بتيجي بتلعب بارتاحيه، اللي هو بمعنى ان ما بقاش الملعب هو لصاحب الارض، هو مسمى ولكن عدم وجود جمهور بيؤدي ان الضيوف ممكن يحرزوا لانه بيحسوا انه بملعبهم. الفرقه اللي بتيجي وبيلاقي جمهور كبير قوي فبيدافع ولازم بيبقى هادي، لكن هنا في اندفاع تهديفي، فاهداف الضيوف 53 واهداف اللي هم اصحاب الملعب 39، فلازم تعرف ان مفيش فرق ما بين ملعبك وخارج ملعبك. اوكي. طيب هارا تفاعلاتكم معانا على الفيسبوك وتويتر، احمد عبده وليد سليمان وعمرو السليه، سجده وليد سليمان وعمرو السليه، ياسمينة ايهاب احمد فتحي ووليد سليمان وعمرو السليه لو ما كانش مصاب، دي ياسمينة ايهاب. وائل بيقول الجوكر والمدفعجي السليه. الاهلاوي بيقول وليد سليمان، ريهام صلاح، فتحي، وليد يلعب اي جناح في مصر. عمرو، احنا بسرعه بس شويه يا سمير لو سمحت. عمرو، وليد سليمان والسليه. انور صالح بيقول اكيد احمد فتحي. اشرف محمد مختار وليد سليمان. ياسمينة ايهاب، واحده واحده، ياسمينة ايهاب، احمد فتحي، وليد سليمان وعمرو السليه لو ما كانش مصاب. مصطفى مجدي، مساء الفل يا كابتن سيد، انا شايف ان كان لازم وليد سليمان وسعد سمير، واعتقد لولا اصابه السليه كان راح المنتخب. مندو الجوهري، اكيد ناصر ماهر عشان ما فيش صانع العاب صحيح، حتى لو لسه ما وصلش المستوى اللي كان السنه اللي فاتت عليه، بس برضه ما فيش صانع العاب صحيح في المنتخب وليد سليمان والسليه لو ما كانش مصاب. محمد العمار السنيه في حساب مدرب المنتخب لا تتماشى مع الاربع سنوات القادمه ثم الاهلي امامه الدوري والكاس وافريقيا والاتحاد العربي، يقصد يعني البطوله العربيه. السيد عبد الباري، احمد فتحي، وليد سليمان والسليه. ايه حمدي الحاوي، وليد سليمان وعمرو السليه. حماده نصر، احمد فتحي وعاشور وسعد سمير ووليد سليمان. حمدي عيد، احمد فتحي وعمرو السليه. اهلاوي واهلاوي من غير وافتخر، اهلاوي وليد سليمان والسليه وناصر ماهر. اهلاوي وافتخر، يعني في واحد اهلاوي وفي واحد اهلاوي وافتخر. اسماء فارس، وليد سليمان وعمرو السليه. منار عبد العزيز، وليد سليمان والسليه واحمد فتحي. عبد عاطف الجندي، احمد فتحي. منار، احمد فتحي. محمود ابو سيف، وليد سليمان وعمرو السليه. اميره خالد، وليد سليمان وعمرو السليه. احمد فتحي، حسام عاشور، سعد سمير. سيد اسمه كده كابتن المنتخب احمد فتحي، وتحياتي لاحترامك الزائد. محمد عيسى، حسام عاشور افضل. مكرم، بالنسبه انا من سينا، من سينا بس مقيم هنا في ايه ده، طارتها ازاي؟ ماشي ما شاء الله على عينيك. في مدينه السادات وبحبك جدا والله يا كابتن، واغلب اهل سينا بيشجعوا الاهلي. الله يبارك لك يا مكرم انت واهل سينا كلهم. عبد المنعم، احمد فتحي، ابراهيم نادي، وليد سليمان والسليه. عمرو بيقول وليد سليمان والسليه وعاشور وفتحي. محمد محمود، ناصر ماهر وعمرو السليه. اسماء بيومي، اكيد وليد سليمان. اسماء بيومي، اكيد وليد سليمان لان مستواه مع الاهلي كان كويس جدا. اجتهدنا شويه، لا هقول التشكيله بس وبعدين ناخد ظهر الدوري وبعدين ارجع اتكلم. اجتهدنا شويه عشان نختار تشكيله امثل للخمس اسابيع اللي فاتوا، يعني كان ليا يعني اختار طاهر محمد طاهر لولا ان الطرد اللي خده طاهر محمد طاهر في مباراه امبي كان طبعا هيبقى واحد من احسن اللعيبه، وجاب النهارده جون عالمي مع المنتخب الاولمبي، واحد من الناس اللي عندها قدرات وصفات مميزه جدا جدا جدا. خلينا نشوف
اختيارنا لأفضل تشكيلة من وجهة نظرنا، من وجهة نظر ملعب الأهلي. معاكم على الشاشة بكل موضوعية، خلينا نقول عامر زي ما انت اخترت يا كابتن أسامة، عامر. أحمد فتحي، وهاب أنان اللي هو الإنتاج الحربي، كلوبالي الأهلي، علي معلول الأهلي، محمد صادق الإسماعيلي، حمدي فتحي إمبي، وإسلام رشدي الجونة، عامل ماتش كويس قوي، عامل ماتشات كويسة قوي. وهو كان في منافسة مع طاهر محمد، طاهر من وجهة نظري هداف الدوري إسلام رشدي، لا وكان عامل من وجهة نظري يعني ماتشات كويسة قوي اللي هو إسلام رشدي، لكن كمان طاهر محمد طاهر، بس عندك الحتة السلوكية أو اللي عملها خسرت فريق. طاهر هو يعني ممكن تبقى حتة يعني خبرات شوية لما قلع التيشيرت بعد ما جاب الهدف وبعدها انذار على طول، فدي يعني إن شاء الله يعني لما يقدم شويه في الدوري يعني دي كلها خبرات يعني حاجات بسيطه. أفشة من بيراميدز، وكينو لعيب مميز جدا برازيلي مع بيراميدز، وطبعا وليد أظن النسر والصقر وكل الطيور الجارحه حاج متولي النسر والصقر وكل الطيور الجارحه وكمان الحاج متولي وليد أظهره. نطلع تقرير خاص بظواهر الاهلي في الخمس اسابيع اللي اقيمت حتى الان من موسم 2018-2019، وبعدين نستعرض ظواهر الدوري. اسف، دوري الابطال وكمان منتخب مصر، اللي كل التوفيق ليه باذن الله في اللقاء بكره مع النيجر. حفلت الخمس جولات التي أقيمت حتى الآن من مسابقة الدوري الممتاز بالعديد من الظواهر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وإن كان من أبرزها على الإطلاق الذي كان حديثا للاستديوهات التحليلية والشارع الكروي بصفة عامة هو الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلا كبيرا، خاصة في المباراة الأخيرة لحامل اللقب الأهلي أمام منافسي فريق الإنتاج الحربي، حيث تغاضى الحكم إبراهيم نور الدين عن احتساب ضربة جزاء صريحة وواضحة لأصحاب الفانيلة الحمراء، وكذلك إلغاء هدف صحيح بداعي التسلل. أجمع خبراء التحكيم على تعرض الأهلي للظلم في هذه المباراة وفقده بفعلها نقطتين هامتين في صراعه على القمة. في المقابل استفاد منافسوه من الأخطاء التحكيمية، سواء باحتساب أهداف غير صحيحة لهم أو التغاضي عن ضربات جزاء ضدهم، ورغم ذلك لا يزال المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز، حيث يملكان 11 نقطة في رصيدهما، يأتي خلفهما الزمالك برصيد 10 نقاط، ويلاحقهما فريق سموحة والإنتاج الحربي بتسع نقاط. يمتلك أبناء القلعة الحمراء أقوى خط دفاع حتى الآن، حيث لم تستقبل الشباك في المباريات الخمس إلا هدفا وحيدا في الجولة الأولى من المسابقة. يأتي خلف الأهلي فريق الإنتاج الحربي وبتروجيت بهدفين في مرميهما. يمتلك الزمالك أقوى خط هجوم برصيد 10 أهداف، من بعده فريق بيراميدز وإمبي بثمانية أهداف، وأخيرا تحقيق الصاعدان الجونة ونجوم FC لنتائج أكثر من رائعة في الجولات الخمس الماضية، حيث حقق الأول انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، احتل المركز السادس بثمان نقاط، والثاني فريق النجوم حقق هو الآخر نتائج جيدة، من أبرزها المفاجأة التاريخية بالفوز على الزمالك في أول مشاركة له في الدوري الممتاز. أيضا فريق الإنتاج الحربي بقيادة المخضرم مختار مختار يستحق التحية والتقدير للمستويات الجيدة التي قدمها وحصده لتسع نقاط في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن سموح الرابع. فريق الجونة حقق نتائج متميزة بانتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة بشق الأنفس أمام المصري، ليحصد الصاعد حديثا للممتاز ثمان نقاط، يحتل بهم المركز السادس في بداية غير متوقعة للفريق. مزيد من الإثارة والمتعة نتمناها في الجولات القادمة عند استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب خوض المنتخب الوطني الأول مواجهة هامة ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام منتخب النيجر.
طيب جدول الترتيب سريعا كده، الاهلي في المقدمه 11 نقطه، بيراميدز 11، الزمالك 10، الزمالك 10، سموحه 9، الانتاج الحربي 9، الجونه 8، بتروجيت 7، الاسماعيلي وامبي والمصري والنجوم 6، طلع الجيش 5، الاتحاد السكندري 5، مقاولين العرب 4، مصر المقاصه 4، الداخليه 4، حرس الحدود نقطتين، واخيرا وادي دجله نقطه وحيده. قبل ما اخش على المنتخب سريعا كده كابتن عادل، رايك في حوريه الغيني و يعني فرقه مش سهله، يعني يمكن احنا ما لعبناش قبل كده يعني احنا ما لعبناهمش قبل كده، وفرقه واخده 15 دوري في اخر دوري ليها، واخده 2017 وواخده 7 كاس وواخده عندك يعني فني، فرقه بتعرف متمرسه بتعرف تكسب يعني. والحاجه الثانيه انت ما لعبتش الـ 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 الفرقه اللي هي الغنيه ما لعبتهاش خالص، فيبقى مباراه صعبه جدا. وبعدين النادي الاهلي في افريقيا اي حد بيلعبه فبتلاقيه عامل حسابه قوي، فمباراتين بيبقوا متعبين جدا، لكن النادي الاهلي قادر ان هو يعديها وقادر ان هو يشتغل عليها كويس، بس الحذر ثم الحذر ثم الحذر، لان مش تبقى مباراه سهله يعني. كابتن اسامه، لو اتكلمنا طبعا عن حوريه الغيني، فريق انه يخرج سان داونز بطل افريقيا 2015 يبقى لا يبقى فريق يحترم. لو بنتكلم عن التاريخ بين الحوريه الغيني والنادي الاهلي، لا يعني النادي الاهلي طبعا بتاريخه في افريقيا، حوريه الغيني لقب واحد بس سنه 78 ابطال الكؤوس، اول مره يصعد لدور المجموعات. فلو بنتكلم عن الخبره الافريقيه، لا الخبره الافريقيه بترجح كفه النادي الاهلي، لكن احنا يوم المباراه هو المهم جدا، حاله اللاعبين، الاصابات اللي عندك، نتمنى ان شاء الله كل المجموعه تبقى متاحه تحت ايدي كارترون عشان يقدر يلعب باوراقه كلها. طبعا في الحته الافريقيه دي انت طبعا خبير بالحته دي يا كابتن سيد، لازم طبعا اكيد الكابتن محمد يوسف عاملها مدير الكوره انه يروح يسافر يستكشف الدنيا هناك، تحس ان البعثه لما بتيجي كل سبل الراحه تبقى متاحه ليها انك تقدر تودي اللاعبين لحاله جيده يوم المباراه ان شاء الله. واعتقد ان مجلس الاداره النهارده كمان لجنه الكوره خدوا قرار ان طياره خاصه، ودي طبعا حاجه، ودي حاجه كويسه دلوقتي جدا يعني. جدا طبعا بيطلع معاك الشيف بتاع النادي الاهلي يجهز لك الاكل ويجهز لك كل حاجه، انك بتوفر الراحه للاعبين توصلهم ل 90 دقيقه او المباراه بحاله جيده جدا. بس خلي بالك المباراه الاولى مهمه جدا جدا، طبعا مهم نسجل كمان هناك نسجل هدف ان شاء الله، هو ما يخشش فيك حاجه يا كابتن، لانه الفرق دي انت بتتكلم على الناحيه النفسيه بتاعتها ما بتبقاش فيها انضباط، لو هم اتلطوا باي بلغه الكوره مش منضبطين يعني، صحيح. مش زي بتوع شمال افريقيا، صحيح بيعرفوا يلموا نفسهم وبيعرفوا يشتغلوا تكتيكيا. طيب على العموم انا رقميا هحصدها لكم ان شاء الله الرحمن في حلقه كده تكون فيها متسع من الوقت شويه. خلينا نروح للمنتخب، تشكيله بكره كابتن عادل المتوقعه مع جهاز فني جديد، مع فرقه اعتقد ان عناصرها يعني مختلفه شويه، هيبقى فيها اختلافات كتيره عن التشكيله الاخيره اللي كانت ظاهره في كاس العالم وتصفيات كاس العالم في مجموعه منضمه. يعني انا هقول لك برده التشكيله سريعا كده، وحضرتك لو ليك راي يعني قول لي الدنيا ماشيه ازاي. التشكيله هتبقى بكره ان شاء الله الرحمن، يعني محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد المحمدي كباك رايت، علي جبر واحمد حجازي سرد باكين، وايمن اشرف موجود مع منتخب مصر بكره باذن الله في تشكيلته الاساسيه. في نص الملعب طارق حامد والنني وعمر ورده، 4-3-3 صريحه، 4-3-3 صريحه، محمد صلاح وتريزيجيه وصلاح محسن، يبقى 4-3-3 اجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الاول المصري. اتفضل كابتن عادل. يعني انا في عندي اعتراض واحد بس، احنا الراجل جه اتكلم على انه بيجدد المنتخب عشان قطر. انا اعتراضي على محمدي ومش عليك كلاعب، يعني على الاستراتيجيه اللي احنا بنتكلم فيها، طالما انت بتجدد فانت بتجدد تجديد كامل. يعني افتكر ان احمد فتحي كان يقدر، ودي انا اتكلمت فيها اكتر من مره، مش معناها انك بتجدد منتخب او تيم انك انت الناس اللي عندها خبرات تبعدها مره واحده، صح. هيحصل لك هبوط في الخبرات وممكن ما تعرفش تعمل الاحلال اللي انت عايز تعمله. يعني انا شخصيا بتكلم فنيا، يعني لما تيجي انت بتعمل تيم كوره كويس، علشان لازم يبقى فيه اربع اعمار، العمر الاولاني بيبقى من ال 18 الى ال 20 سنه، حتى لو منتخب بيبقى 10%، من ال 20 سنه الى ال 26 سنه 35%، من ال 26 الى ال 30 وال 31 بيجيب كمان ايه يا كابتن سعيد 45% عشان الخبرات،
فوق السن بيبقى عندك 3 او 4 اللي هم 10% في تيمك اللي هي الخبرات. هتجمع المجموع تلاقي 4 اجيال 100% بالنسب، تقدر ان انت توفر للعيبة الخبرات الكافية ان هي تكسب مباريات عشان الاحباط وعشان التجديد. تقدر انك انت بتعمل احلال بعينين ثلاثة او اتنين ثلاثة لعيبة كويسين، يعني لعيبة معتبرة انك انت بتطلع، ومنهم واحد زي صلاح محسن. يعني انا سعيد جدا انه رجع المنتخب، ويمكن صحيح. انا بقول اتأخر، لان صلاح ممكن يعمل حاجة كويسة كمهاجم ثابت في وقت ان احنا ما فيش في الكرة مهاجم ثابت، عشان كده بقول لك الاحلال. لكن التشكيل اللي انا شايفه تشكيل يناسب النيجر اللي احنا اللعبة. أوكي. لكن انا قادر اقول لك غانا نيجيريا، اقول لك ان التشكيل مش هيبقى مناسب تماما، عشان كده انا بقول الفرق اللي هيقابلها. ولكن بالتوفيق اتمنى طبعا ان احنا في بدايه المدرب ان هو يعمل اداء متميز واداء جيد، وان شاء الله نكسب مكسب كويس يخلينا ننسى اللي حصل في كاس العالم. اتفضل كابتن. طبعا انا متفق مع كابتن عادل في حته امتى تدافع بالوجوه الجديده مع الخبرات، عشان ما يحصلش عندي ممكن يحصل دروب. طبعا وجود احمد فتحي كان مهم جدا كعنصر خبرة، طبعا وليد سليمان بالمستوى اللي كان بيقدمه الفترة فاتت، بس هو من الملاحظ ان هو بالتشكيلة اللي بدأ يضمها عايز ينزل بالأعمار السنية، حتى بالرغم ان محمد هاني كان في وقت من الوقت ما بيشاركش، لكن هو ممكن الكابتن هاني رمزي مع أجيري مقتنعين بيه ان ممكن بعد كده في خلال فترة جاية ممكن يقدر يشيل في منتخب مصر، ودي نقطة كويسة. في دخل وجوه جديدة زي طبعا زي محمد صادق، زي محمد حمدي، زي محمد محمود من وادي دجل. فهو النهارده بيعمل التوازن دوت، دفع بوجوه جديده مع الاحتفاظ بعناصر خبره. حتى التشكيله اللي انت قلتها كابتن سيد ما فيهاش تغيير كتير عن العناصر اللي كانت موجوده في كاس العالم او قبل كاس العالم. هنلاحظ في عنصرين بس، هو صلاح محسن وجود برضو ايمن اشرف. ايمن اشرف مش عنصر جديد، لا ده عنصر قديم، لكن ممكن يتم الدفع بيه، ممكن يكون موجود محمد حمدي. فهو الحفاظ على الشكل القديم، وامتى يتم الدفع بالعناصر الجديده. كان في اختلاف ما بين محمد حمدي وايمن اشرف، لكن اديبيور ده لعيب محترف في الدنمارك، الدوري الدنماركي، وهو اخطر واحد فيهم بيلعب ناحيه ايمن اشرف، فممكن اعتقد ان هو فضل ايمن اشرف دفاعيا اقوى. لا وهي كمان الطريقه بتاعت 4-3-3 انت محتاج يعني باكين يكونوا اقوياء في الناحيه الدفاعيه، انك انت عندك خلاص هتغير طريقه كوبر، انك انت عندك الثلاثه اللي قدام سواء محمد صلاح سواء صلاح محسن وتريزيجيه، يبقى عندهم حريه اكبر في النواحي الهجوميه. بس خلي بالك كابتن اسامه، هو عاملها 4-3-3 تشكيله وسمات وصفات اللعيبه دي، هو هيحولها 4-2-3-1 لانها هي شكلها الشكل العام كده، لان لما بتلعب بطرف محمد صلاح وعندك ورده صحيح. اكيد ورده اللي هيبقى تحت المهاجم او صلاح اللي يجي عشان واحد من الاثنين، لكن لما بتلعب 4-3-3 لازم الثلاث ديفندرات لازم زي مثلا طارق والنني وورده الثلاثه بيعرفوا يدافعوا لو انت بتلعب بثلاثه. لكن اللي انت ملاحظ ان ورده عمره ما لعب في نص الملعب بطريقه انه يدافع، عنده حريه هجوميه اكبر شويه كان واحد دفاعيه. كابتن اسامه هو يقفل مين اللي قدامه؟ صلاح. هو عايز يلعب زي بص خد مني صلاح، هو عايز يعمل يعني صوره مماثله جدا 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 لليفربول. هو عايز يعمل كده عشان تدي محمد صلاح يعني في الناحيه الهجوميه تستفيد بيه اكبر قدر ممكن. كان الطريقه اللي بيلعب بيها كوبر كانت يعني محجمه لعيبه شويه. تريزيجيه عنده نواحي هجوميه كبير، محمد صلاح بس التكليفات في النواحي الدفاعيه لما افقد الكوره لازم كله بيرجع 18 وبيقفل. فهي دي اللي كانت. مين اللي هيبقى اتنين ديفندرات؟ عندك طارق حامد والنني. منو طارق حامد؟ ورده هيبقى فين؟ بيرجع تالت هيلعب من انهي حته؟ مش هيقدر يلعب في ناحيه اليمين. لان محمد صلاح موجود فيها، لانك انت هتضايق على محمد صلاح. ميزه محمد صلاح سرعته، علشان كده بقول لك هو اقرب، هو الشكل العام الطريقه الاولانيه اللي بيلعب بيه 4-3-3. ولان في حاجه مهمه في التكتيك في العالم كله، ان ما فيش حاجه اسمها طريقه لعب 4-3-3. يعني هو لما ده السيستم العام بيلعب 4-3-3، ولكن لما بيهاجم بكامل الوظائف بقى الهجوميه. ايوه ما هي الوظائف الهجوميه بيدافع بكامل. علشان كده انا بقول لك ورده هنا
لو لعب في المكان قدام محمدي قدام محمدي لا علشان بس الا انت اللي عارف اللي عندك حق طبعا عارف يا كابتن سيد أنا... اكتر حاجه ضايقتنا في منتخب مصر مع كوبر ايه؟ ايه النمطيه اللي كان فيها انه ما كانش عارف قيمه لعيبتك عشان كده انا بتمنى ان اجيري يبقى عارف قيمه اللعيبه بتاعته وممكن بس بحل بسيط جدا يبقى ورده قدام الاثنين مش على الجهه قدامهم بس يعني تريزيجيه يلعب ناحيه الشمال عادي جدا صح. ومحمد صلاح يلعب ناحيه اليمين عادي جدا وورده يلعب قدام النني وطارق حامد كده مثلث اللي هو 4-2-3-1 ماشي بس في حاله الدفاع ينزل بس كده ويبقى على يمينه طارق حامد عشان ينزله مكان محمد صلاح عشان محمد صلاح ما خلي بالك في الاخر يا كابتن احنا بنلعب النايجر وعلى ملعبنا النايجر دي فاكر ايام المعزه ما كسبتنا فاكر ايام المعزه اول والله مش فاكرين مش فاكرها ما كسبتنا النايجر في تصفيات تقريبا تصفيات مش عارف 2012 ولا حاجه كده يعني احنا لعبنا 2000 ولا 2000 وكام كانت 2000 وكام انا فاكر احنا لعبنا كابتن حسن ايوه كسبتنا 1-0 واحنا كسبناها 3-0 صعدت مع جنوب افريقيا على حساب انت مش فاكر ولا ايه صراحه الفل طب قول للكابتن ربيع ياسين كل سنه طيب في ثانيه واحده لا الحاج ربيع طبعا كل سنه وهو طيب وان شاء الله يعيش 100 سنه ان شاء الله حبيبي كابتن فرقه الشمس كل سنه طيب يا كابتن ربيع قول لي كابتن محمد بركات كل سنه طيب كل سنه انت طيب يا كابتن بركات يا ملك الحركات ملك الحركات كنت يعني انا من الناس اللي هي يعني ممكن بركات يكون اكبر مني بسنه لكن انا كنت فخور جدا 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 ان انا زملت محمد بركات لعدد سنين كبيره حتى واحنا في الناشئين مش بالضروره يبقى اكبر منك ب 10 15 سنه ممكن يبقى قدك ممكن يبقى اصغر منك انا بقول له هنا قدام الملأ كله انا كان يشرفني جدا وشرفت جدا 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 باللعب معاك في فتره من الفترات او كان في الدرجه سواء كان في قطاع الناشئين او في الدرجه الاولى كل سنه وانت طيب كابتن ربيع ياسين كل سنه وانت طيب كابتن محمد بركات مش باقي غير ان انا اشكر نجومنا كابتن عادل نورتني كابتن سيد انا شكرا ليك كابتن اسامه نورتني شكرا كابتن سيد وشكر موصول لباقي فريق العمل فريق اللي بيخرج ملعب الاهلي بالشكل اللي انتم بتشوفوه يعني فريق الاعداد محمود سعيد وطبعا رئيس التحرير ومحمود شوقي رئيس التحرير وحازم البرعي واحمد رشاد وعاطف جبر وكريم طاقم العمل عمرو عبد المنعم كرماني وبهجت وهتريا عادل جوهري واحمد سيد المصورين احمد علي وطوبر وبنيامين واسلام عبقرينو مخرج منافس محمد عماره في الميديا محمد مجدي بشكرك جدا جدا محمد مجدي وطبعا اسلام وتامر احمد والمصورين طبعا اسلام يعني شكرا جزيلا طبعا المبدع دايما فريق العمل الخارجي طبعا كريم احمد ومحمد دكروري لكن المبدع دايما والمتالق دايما سمير عكاشه ليك مني كل التحيه والتقدير كمان بسنت ومحمد وحاتم واسامه ومحمد وكمان سيف كلهم شكرا جزيلا لحضراتكم هختم بصوره بتفسر او بتحلل او بتدي يعني ايه النادي الاهلي من الصغر اتفضل يا كابتن اسامه اتفضل يا كابتن عادل تخيل الطفل ده رغم كل ما فيه من اصابه في عينيه لكن مصمم يروح ملعب الاهلي يتفرج على مباراه الاهلي حاجه جميله طب اسال بقى زي ما انت عايز هتلاقي الاجابه في الطفل ده السلام عليكم